وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله تعالى في شرح كتاب التجويد المصور، وكنا قد وصلنا في الحصص الفارطة إلى مخرج حرف الشين، ونحن بصدد شرح كيفية صناعة أصوات الحروف، كيف يصنع صوت الحرف، ليس فقط مخرجه ولكن كيف يصنع هذا الصوت منذ خروج الهواء من الرئتين وصولا إلى سماع الأذن لصوت الحرف، كيف، ما هي العمليات التي حدثت داخل جهاز النطق حتى نسمع هذا الصوت. هو أصلا ما يمشيش الميكرو، خدمونا الميكرو. إذن وتعرفنا على كيفية صناعة الحروف من حرف الهمزة ثم الهاء ثم العين ثم الحاء ثم الغين ثم الخاء ثم القاف والكاف ثم الجيم والشين، واليوم نمر إلى حرف الياء. والمقصود بالياء هنا الياء غير المادية، لأن المادية كنا قد درسناها كذلك مع حروف المد، ورأينا أن حروف المد تخرج ب حروف المد. كيف تخرج حروف المد؟ كيف نصنع صوت حرف المد؟ لا تعلم؟ المد، حروف المد كيف تخرج؟ واصل؟ بفتح الفتح و... ما هي حروف المد؟ حروف المد نعم، كيف تخرج؟ الألف كيف تخرج؟ أنت حاجة هناك أستاذة؟ لا، ليق جنبك. نعم، أنا قريتك هكذا، أنا درستك، قلت لك إذا قلت إذا قلنا كيف تخرج حروف المد تقولين من الجو؟ لا، هذا الذي درستيه قبل أن تأتي إلى هذه الدورة. كنتم تدرسون أن حروف المد تخرج من الجوف وانتهى الموضوع، ونحن هدفنا من هذه الدورة أن نفهم كيف يصنع صوت هذا الحرف. عندما تقولين من الجوف لم نفهم شيئا، ما هو الجوف أصلا؟ فالجوف هو الفراغ، سنأتي ونبحث عن شيء فنجد فراغا، فيقال لك أن حروف المد تخرج من فراغ، لا تفهم شيئا. لذلك الجواب الذي توصلنا إليه بعد ذلك بعد التحليل، عندك جواب؟ ضب مازال الألف مازال لم ينتهي. العملية الأساسية التي يتحدث بها الألف أزالت لم تنتهي، لم تذكرها.
أنت حاجة هناك. ويصاحب ذلك؟ الفم. ماذا بالضبط الفم؟ ماذا يفعل؟ أيوة، أنت تتحدثين الآن عن الألف، فالألف، أعيد الجملة، لا لا ما ليس لا ويصاحبه الفم ويصاحب ذلك ماذا؟ ماذا يصاحب هذا الاهتزاز للحبال الصوتية؟ يصاحبه انفتاح للفم. جيد، هذا مش يصاحبه الفم، يصاحبه انفتاح للفم. نرجع، عاود. مفهومة ولا إذا لا تنسى حاجة لأن يفهموها، نبقى دائما فاهمينها، واضح؟ رسخها هنا. ثانيا، كيف تخرج الواو المادية؟ وين اللي حاجة الواو المادية كيف تخرج الآن؟ و حتى حد ما يتكلم إلا هي. وضمي ويصاحب ذلك ضم للشفتين، كما صاحب في الألف انفتاح للفم يصاحب في الواو ضم للشفتين، سهلة. فالقاعدة الأساسية لحروف المد هي اهتزاز الحبال الصوتي، ويصاحب ذلك الشكل الذي يناسب هذا الحرف. فإن كان ألفا فما الذي يناسبه؟ فتح للفم. وإن كانت واوا مادية فما الذي يناسبها؟ ضم للشفتين. وإن كانت ياء مادية الآن، لا لا تتكلموا مع بعضكم، أستاذ الياء المادي اشرح لنا كيف تخرج الياء المادي. بي نقطتان، أولا مثل أخواتها، يعني أخواتها شنو أخواتها؟ لا احنا نحكيه على الياء، أخواتها والألف. طيب كيفاش قلنا تخرج الألف والواو المادية؟ كنت معنا ولا الآن؟ كنت معنا، كنا نتحدث عن ذلك الآن. قلنا تخرج ب اهتزاز للحبال، مفهومة ولا؟ ما معنى اهتزاز الحبال الصوتية؟ قول، تعرف أو لا تعرف ما معنى اهتزاز الحبال الصوتية؟
إذا لا تعلم قل لا أعلم حتى أشرح لك. إذا كنت تعلم فتكلم. نسيتها؟ إذن لا تعلمها الآن، لا تعلمها. تهتز الحبال الساطية، كيفاش تهتز حاجة؟ زيد اشرح، كيف تهتز الحبال الصوتية؟ كيف تحدث عملية اهتزاز الحبال الصوتية؟ ما بك؟ ما بك؟ تريدين أن تجيبي؟ لا. تكلم يا جماعة، تكلموا. كيف اصطدام؟ يدخلوا في بعضهم؟ اصطدام ماذا بماذا؟ التقاء قصدك؟ التقاء، يأتي هواء الزفير من الرئتين ويصل إلى منطقة الحبال الصوتي، ماذا يحدث بعد ذلك؟ لحظة، نعم، ماذا يحدث؟ لا لا، مش في كل الحالات تهتز، ليس كلما جاءها زفير اهتزت له. لا، متفق معي ولا كيف؟ متى تهتز؟ جارتك اللي قاعدة تقرأ تلوج في الكتاب، أنت كيف تهتز الحبال الصوتية؟ كيف تهتز الحبال الصوتية؟ أخوك الحاج طلب جوكر، قال كلمه هذه اللي ورائي بالضبط. الحبال الصوتية كيف تهتز؟ قول قول، أغلط مثالش، المهم تكلم. لا لوم على من يخطئ، اللوم على من يسكت، وهو أحيانا عنده الجواب الصحيح. حاجة، يأتي هواء الزفير من الرئتين ويجد الحبال الصوتي، يلتقي مع الحبال الصوتي. طيب الحبال الصوتية هذه إذا ما أردناها نريدها أن تهتز، شو يلزمها تعمل؟ لا، ما تهتزش هكذا لوحدها، لابد أن تقوم بعمل حتى تهتز. هذه عملية الاهتزاز فيها تباعد وتقارب، ولكن ما هو الشرط الذي يجب أن يتحقق في الحبال الصوتية حتى تهتز؟ منغلقة هكذا، ملتصقة، ها، متضامة. ما الفرق بين منطبقة أو مصطدمة أو كما قال، كيف قلت أنت، أو ملتصقة، وبين أن تكون متضامة؟ ما الفرق؟ صحيح، تقارب شديد دون التصاق، فالتقارب الشديد ويأتي هواء الزفير، فهمت يا حاج؟ إذا ما فماش تقارب وتضام لا تهتز الحبال الصوتية. إذا كانت الحبال الصوتية منفتحة مثل في حرف الحاء فهي لا تهتز، أو في حرف الشين الذي رأيناه في الحصة الفارطة فلا تهتز لأنها منفتحة. فليس، لا يكفي صعود الهواء متاع الزفير إلى الحبال الصوتية فتهتز الحبال الصوتية، لا. وتكون الحبال الصوتية في وضع التضام مما يؤدي إلى اهتزاز، هذه كتبناها على الأقل 5 أو 6 مرات هذه الجملة، مما يؤدي إلى اهتزازها فتهتز. إذا نعود إلى الياء المادية، من كان يتكلم عن الياء المادية؟ الياء المادية
أول عملية تصير فيها هي مثل الواو المادية ومثل الألف واصل مثل الواو المادية والألف المادية. ماذا يحدث في الواو المادية في الياء المادية قصدي؟ العملية الأولى شنية؟ اهتزاز الحبال، الحبال الصوتية. عرفت شنية الحبال الصوتية؟ موجودة هنا، هذه الحبال الصوتية هنا تسمى كذلك الأوتار الصوتية، وكذلك حا 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 الحنجرة، وكذلك ماذا؟ أنت صاحبة العمود، ماذا تسمى كذلك؟ المزمار، صحيح. وكذلك مش أنت صحيت في الحقيقة، أختك اللي قالت لك. وكذلك أجيب، ما زلت واحدة خامسة، عندك فرصة باش نقول لك صحيت حقيقة، ما زلت تسمية خامسة، اتركوها علاش تفكوا لها في الجائزة. ما زلت تسمية خامسة، قلنا الحبال أو الأوتار الصوتية، ونقول حبال أو حبلان أو أوتار أو وتراني، والحنجرة والمزمار و أقصى الحلق، هذه التسمية المعروفة أكثر، أقصى الحلق. كذلك المقصود بأقصى الحلق هي هذه منطقة الحبال الصوتية. إذن فالياء المادية تخرج، عاود لي، باهتزاز الحبال الصوتية أولا، ثم ويصاحب ذلك يعني نراوح بين تمارين الجواب الجماعي عندما أسأل سؤالا للجميع ويجيب الجميع، طيب، والأسئلة الفردية وهي الأشق والأصعب عليكم لأنك أنت ستتحمل مسؤولية الإجابة وليس المجموعة. ويصاحب ذلك في الياء المادية الحاجة اللي بحذاك، ارتفاع مع، خلينا من الضغط، المهم ارتفاع لوسط اللسان في الياء المادية. مازلنا لم ننتقل إلى غير المادية، بدلا من فتح الفم وين يجي فتح الفم؟ في الألف، أو ضم الشفتين في الواو المادية. ففي الياء المادية ارتفاع لوسط اللسان وانخفاض للفك السفلي، وهو ما نراه، ما نراه هو من خارج الفم هو انخفاض للفك السفلي، ولكن ما يحدث في الداخل هو ارتفاع لوسط اللسان. وقلنا أن العملية المسؤولة على صوت الياء المادية هي ارتفاع وسط اللسان، نعم. إذن وكذلك حروف المد درسناها، الآن الحديث ليس على الياء المادية بل على الياء غير المادية. قالوا مخرجها، مخرجها من وسط اللسان مع الجيم والشين. وهي تشترك في الياء مع الياء المادية أم لا تشترك معها؟ تشترك أم لا تشترك؟ طيب في ماذا تشترك؟ ما هي النقطة المشتركة التي نجدها في كل من الياء المادية وغير المادية؟ تفضل. ارتفاع وسط اللسان، استعمال وسط
اللسان. وما هي النقطة الأخرى المشتركة كذلك؟ أي وسط اللسان يرتفع إلى الحنك العلوي طبعا. ما هي النقطة الثانية التي تشترك فيها الياء المادية مع غير المادية؟ انخفاض الفك السفلي؟ لا. انخفاض للمد. انخفاض للمد. نعم. ليست مشتركة. ما هي النقطة الأخرى التي مشتركة؟ تفضل. كيفاش انفتح للفم؟ هل الياء المادية أو غير المادية فيها انفتاح للفم؟ هل رأينا أن في الياء المادية انفتاح للفم؟ لا. قلنا النزول للفك السفلي وليس انفتاح للفم. الاهتزاز الأوتار الصوتية. الياء غير المادية كذلك تهتز فيها الحبال الصوتية. إذن فيشتركان في نقطتين، النقطة الأولى هي اهتزاز الحبال الصوتية، والنقطة الثانية هي استعمال وسط اللسان. استعمال وسط اللسان. باه. الآن السؤال الأصعب هو فيما يختلفان، فيما تخالف الياء المادية غير المادية. هل أولا هل يختلفان أم لا؟ هل صوت الياء المادية كصوت الياء غير المادية؟ لا، ولذلك سميت هذه بالمادية والأخرى بغير المادية، فهم ضرورة يختلفان في نقطة على الأقل حتى تتمايز الأولى عن الثانية، حتى يتمايز تتمايز الأصوات متاعها. إذن فهناك فرق بينهما. أم أكثر أوجه الشبه ولا أوجه الاختلاف؟ أي من يعطينا نقطة أولى؟ قلنا النقطة الأولى هي في اهتزاز الحبال الصوتية، النقطة الثانية في استعمال وسط اللسان، كلاهما فيه حركة لوسط اللسان. هذه الحركة سنقدرها، لكن كلاهما فيه حركة لوسط اللسان. يتفقان في ماذا كذلك؟ يتفقان يا يتفقان، نقاط اتفاق ما زلنا. حالة كسر ماذا؟ لا، أنت تتحدثين عن حركة الكسر التي مخرجها الكسرة، ما مخرجها؟ نعم، نحن في هذه الدورة اكتشفنا أن للكسرة مخرج. لماذا؟ قالوا لأنه قلتم لأننا نريد أن نتعلم كيف ننطق، فقلنا إذن تعالوا نستخرج كل الأصوات التي ننطقها عند تلاوة القرآن الكريم، فوجدنا أن هناك أصوات لحروف وهناك أصوات لا تتبع الحروف وتسمى حركات، وقلنا أن هذه ميزة ماذا؟ اللغة العربية. اللغات اللاتينية هي تخص أصوات الحركات بحروف، فإذا قلت كو بالعربية هذه كم من حرف؟ بين ظفرين، هذه حرف واحد في اللغة العربية، ليس كذلك؟ كاف ما مضموم، حرف واحد. أي عربي يقول له كو كم من حرف؟ يقول لك واحد. هات الحرف الثاني، تو بون، ثلاث حروف، كو تو بون، ثلاثة حروف. لا، هذه في الفرنسية كو هذو حرفين، كا وبعدها أو ولا أو إي، حرفين أو ثلاثة. لماذا؟ لأنهم يسندون لكل الأصوات شكل حرف من الحروف. نحن لا، في اللغة العربية لا، اللغة العربية اختصرت الكتابة واختزلت الكتابة، فوضعت لأصوات الحركات أشكالا فوق الحروف ولم تضع لها شكل حرف معين، فلذلك هي أصوات أم لا؟ هي أصوات يجب دراستها أم لا وفهمها؟ نعم،
وحللناها ووجدنا أن مخرجها مخرج هذه أصوات هذه، هل تصح عبارة مخرج أم لا؟ هذا نقاش آخر، لأن المخرج هو للحرف، ولكن هذا الصوت الذي هو صوت الحركة ما مأتاه؟ مأتاه أيوة، مأتاه صوت حرف المد المجانس لتلك الحركة، فهي حرف مد قصير في الزمن. فالفتحة، الفتحة إيه ماذا بالضبط؟ حروف المد برشا. الفتحة أنا خصصت هنا، قلت الفتحة هي، مش قلت حرف مد؟ أي حرف مد؟ ألف قصيرة. يا جماعة تحبوا تقدموا القدام، هذه الجمل يجب أن تكون محفوظة. محفوظة ليس محفوظة يعني مكررة مئة مرة، لا، محفوظة يعني اكتسبت معلومة تجاوزناها، لابد أن تكون موجودة مباشرة. إذا قلت لك الفتحة هي، قولي ألف قصيرة مباشرة. قصيرة في ماذا؟ تقولي في الزمن، مش قصيرة في الشكل الزمني، زمانها أقصر. الواو الضمة هي واو مادية قصيرة. الكسرة هي ياء مادية قصيرة في الزمن. إذن ما هو مخرج الكسرة؟ تقولي هو نفس مخرج الياء المادية. معلومات هذه لازم تكون مكتسبة، وأظن تحتاجون إلى امتحان أنتم الآن حتى تراجعوا، كم مش قاعدين تراجعوا، ويطول عليكم الأمد من شهر إلى شهر، من حصة إلى حصة. ب، وتتفقان في ماذا كذلك؟ الياء المادية وغير المادية تتفقان، فهذا جوابا على الأخت. إذن أنت تتحدثين على صوت الكسرة وليس على صوت الياء. يتفقان في الرسم كذلك، كلاهما ياء تحت نقطتين. الآن فيما يختلفان، وهذا الأهم، فيما تختلف، تفضل. نحن نريد أن نخرج بهذه الخلاصة، بأنهم في نهاية المطاف يختلفان، لكن لابد أن نبين بدقة أكثر فيما يختلفان. نتحدث عن صوت الحرفين. يعني كيف؟ إذا قلنا البيت، هذه ياء، كيف هذه؟ مادية ولا غير مادية؟ البيت كيف تكتب؟ باء وياء فوقها سكون وتاء. هذه الياء اللي فوقها سكون مادية؟ ليست مادية. الياء المادية، ما تعرف الياء المادية؟ من يبين لنا أن هذه الياء ليست مادية؟ أخونا ما زال عنده شك. طب حجة دامغة، حجة نص نص، لا لا، من قال؟ الله أعلم. من يبين لنا أن كلمة البيت الياء اللي موجودة هنا ليست مادية؟ تفضل. شنو هي؟ إذا كان بعدها هي مادية وبعدها حرف مد آخر، ولا كيف؟ بعدها ألف أو بعدها واو أو المد، أي فهي؟ فهي مادية. لا، أعطيني مثال. مثال؟ يا بيصل، أي لا لا، هذه ليست ياء مادية، بالعكس، يابس
ليست ياء مدي. هذه ياء ممدودة وليست مدي، هي ممدودة. ما الذي مدها؟ ممدودة بماذا؟ اللي هو بالألف، فالألف هنا هو ألف مدية، مدية، والياء ممدودة بالألف، كأن تقول قال، فالقاف ممدودة، هذه قاف مدية، هذه على حسابك يابس وقال أو قائل، فكما الياء مدية في يابس فالقاف مدية في قائل. لا، احنا عندنا ثلاث حروف مدية فقط، بقية الحروف ممدودة. نقول إذا كانها ممدودة يعني بعدها حرف مد فهي ممدودة. لكن من يعطينا مثال على ياء مدية؟ أعطيه مثال، مثال نبين لأخينا مثال للياء مدية. هو قال يابس، ما أعطناش مثال صحيح، أعطينا مثال صحيح. مبيد، بدك تفكر في المبيد. كلمة قرآنية، ديما نجيبوا كلمات قرآنية، فماش مبيد في القرآن؟ ربما يكون موجود لكن لا نستحضر. ها موجود برشا كثير، الفيل، صحيح، فيلون، فا مكسورة وبعدها ياء وبعدها لام، فالياء هنا في هذه ياء مدية لأنها تمد الحرف الذي قبلها، فهذا تعريف حروف المد. الآن نرجع إلى المثال متاعنا اللي هو كلمة البيت. ما الدليل على أن الياء هنا ليست مدية؟ حاجة صاحبة النظارة أنت، ما الدليل في كلمة البيت أن الياء هنا ليست مدية؟ لا تعلمين؟ جارتها أي؟ لا لا، بالعكس، إذا كانت ساكنة فما فرصة كبيرة أنها تكون، حظ كبير أنها تكون مدية. أنت اللي على العمود، دون فلسفة، قلنا ببساطة رأيناه، ما الدليل على أن هذه ليست مادية؟ بلك تطلع مادية، ما الدليل أنها ليست مادية؟ أنت جارتها، جارتها، جارتها أنت، نعم، يعني كيفاش؟ حركة، ما بها الحركة، أعطينا جملة مفيدة. حركة السكون، الياء فوقها سكون. لا، قالتها زميلتك هنا ورفضناها، قلنا بالعكس، الياء الساكنة، الياء المادية هي ياء ساكنة، إذن هذه فوقها سكون، يعني احنا تأكدنا أكثر أنها ساكنة، وليس هذا الدليل. تفضل. الحركة التي ما قبلها مفتوحة والياء المادية ما قبلها يكون مكسور. هذا هو، درسناكم في عندما تحدثنا عن حروف المد وعرفنا حروف المد، عرفناها وقلنا الياء المادية هي الياء الساكنة، يا جماعة اللي تقولوا لي على خاطر فوقها سكون، هذه فوقها سكون، هي ساكنة، قالك الياء الساكنة، فاحنا ما زلنا إلى حد الآن لا فرق بين المادية وغير المادية إن سكنتا، لكن أضاف شرطا آخر فقال الياء الساكنة المكسور ما قبلها، شرطان حتى نعلم أنها ياء مادية. كذلك الأخ اللي قلت يابس قالك هي ياء ساكنة، أنت هنا أخذت ياء متحركة، لا يمكن أن تكون مادية، إذن فالياء المادية هي الياء الساكنة المكسور ما قبلها، يلزم ننظر إلى ما قبلها، فإن كان مكسورا فلا تكون هي إلا مادية إن سكنت،
إن سكن. وأما إن كان ما قبلها ليس مكسورا يعني مفتوحا أو مضموما، ومضموم هذا نادر في اللغة العربية، فيكون مفتوحا، فهي إذن ياء غير مد. في كلمة البيت ياء غير مدي، ورغم ذلك طولناها. هذا كله ردا على أخينا الذي قال الفرق بينهما أن هذه النجم طولها هذه من نجم طولها، لا مش صحيح. ما هو الفرق بين الياء المادية بين الياء المادية وغير المادية؟ نعود إلى هذا السؤال، من عنده لنا فرقا واضحا وجليا بينهما؟ أيوة عودنا. الياء المادية مقدار ارتفاع وسط اللسان فيها أكثر من الياء المادية، الغير مادية فيها ارتفاع أكثر من المادية، وهذا ذكره لكم المؤلف في آخر الحديث عن الحروف المادية. انظروا لنا الصفحة التي يتحدث فيها عن هذه النقطة. انظروا، قال مقارنة بين الحروف المادية وغير المادية، صفحة 96. نسبت حروف المد إلى المجرى الصوتي كله أي الجوف. قال قيل لكم من قبل أن مخارج الحروف المادية مخرج الحروف المادية هي الجوف، ولم يقل لكم أن مخرج الياء المادية هو وسط اللسان، رغم أنكم أنتم الآن قلتم أن كلاهما فيه استعمال ل، صحيح ولا لا؟ كلاهما فيه استعمال لوسط اللسان، لكن لماذا رغم ذلك لم نقل أن الياء المادية تخرج من وسط اللسان؟ قلنا هي تخرج من ال، وفسرنا الجوف بأنه عمليتان متزامنتان، الأولى اهتزاز للحبال الصوتية والثانية ارتفاع لوسط اللسان، هذا عندما أردنا التفصيل. أما على الإجمال فهم قالوا من الجوف. قيل ما الجوف؟ قالوا فراغ الفم والحلق. قال لماذا أسندت إلى الجوف هذه الحروف المادية ولم تسند إلى وسط اللسان مثلا بالنسبة للياء؟ لأنها تخرج بأقل انضغاط، أي أن الضغط على وسط اللسان بالنسبة للياء المادية والياء غير المادية في أيهما أقل؟ وفي الياء المادية الضغط أقل من الياء غير المادية، فالتي كان فيها الضغط على وسط اللسان أكثر جعلنا مخرجها وسط اللسان، والتي كان فيها الضغط على وسط اللسان أقل أسند مخرجها إلى الجوف، فيكون اللسان في وضع الراحة في الألف ويرتفع وسطه في الياء
ويرتفع أقصاه في الواو مع انضمام الشفتين فيهما. ونسبت الواو والياء غير المديتين إلى مخرجيهما لأن انضغاط الصوت فيهما أكثر منه في المديتين. مفهوم هذا الكلام أم لا؟ ماذا يقصد هنا؟ يحب يقول أن بين حروف المد والحروف التي تقابلها غير المادية، يعني بين الياء المادية والياء غير المادية والواو المادية والواو غير المادية، تشابه كبير سواء في الرسم أو حتى في هيئة الفم عند النطق بهما، لكن يختلفان في نقطة واحدة وهي الانضغاط. شوفوا في هذه الجملة صيغة التفضيل والموجود، قال بأقل أكثر، هذا هو الفرق الوحيد بينهما، بين الياء المادية والياء غير المادية أو الواو المادية والواو غير المادية، لكن هنا موضوعنا هو الياء فقط. بينهما الفرق الوحيد هو هذه أقل هنا وأكثر هنا. أقل ماذا وأكثر ماذا؟ أقل بأقل انضغاط، هنا أكثر لأن انضغاط الصوت فيها أكثر، فواحدة فيها أقل انضغاط من الأخرى. وين الانضغاط؟ على وسط اللسان، يقصد الانضغاط على وسط اللسان يعني الضغط على وسط اللسان، يعني تحقيق الالتقاء والتفاعل، تحقيق التفاعل بالأصح، تحقيق التفاعل بين وسط اللسان وبين ما يقابله من وسط الحنك الأعلى. التفاعل هذا سيكون وين أكثر؟ في الياء غير المادية. وهالتفاعل هذا باش يكون وين أقل؟ في الياء المادية. إذن كلاهما يحدث بالطريقة نفسها، اهتزاز للحبال الصوتية مع ارتفاع لوسط اللسان، إلا أن الارتفاع في غير المادية سيكون أكثر حتى يحقق هذا الانضغاط الأكثر. واضح العملية؟ هذا الفرق الوحيد بينهما. طبعا على شكل الفم هناك الفرق الثاني اللي هو سنرى في الياء المادية انخفاضا للفك السفلي، وأما في الياء غير المادية فلا نرى هذا الأمر، إنما يحدث من الداخل بارتفاع وسط اللسان فقط. مفهوم ولا غير مفهوم؟ إذا كان مفهوما فنمر إلى الإجابة عن الأسئلة التي نجيب عنها عادة لكل حرف، وهي أولا من أين يخرج الحرف؟ تخرج الياء غير المادية من وسط اللسان مع ما يقابله من وسط، ونعمل ستر تحت وسط الحنك الأعلى، ما يقابله من وسط الحنك الأعلى، مش من الحنك الأعلى من الأمام أو من الوراء، لا من الوسط، وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، لا تنسوها هذه المعلومة، وسط اللسان مع ما يقابله من وسط الحنك الأعلى وليس من الحنك الأعلى فقط، من وسط الأعلى الحنك الأعلى بالتحديد. طيب السؤال الثاني، ما هي الهيئة التي يكون عليها المخرج عند النطق بالحرف؟ المادة الأولية قبل ذلك، نعم صحيح، المادة الأولية التي يصل التي تصل إلى المخرج.
من يملي علينا؟ تفضل. صح، تكتبوا. ماذا قلتي؟ عيدي. قالت يخرج هواء الزفير من الرئتين، ثم ماذا؟ فيجدوا، مش فيجدوا، و وتكون الحبال الصوتية في وضعية، وتكون الحبال الصوتية في وضعية، وتكون الحبال الصوتية في وضعية، ركزوا مع المعلومات التي نقولها كلها، في وضعية، قلتي التضاد، أيوة، واصلي. مما يؤدي، واحد، مما يؤدي إلى اهتزازها أي من يواصل أو تواصل، من يواصل أو تواصل، منتجة صوت، هذا الصوت شبيه، صاحت، يصل إلى مخرج الياء. غير المادي، منتجة صوتا يصل إلى مخرج الياء غير المادية. ب، أي التفاعل ذاك تنحكي عليه. المهم الآن السؤال، ما هي المادة الأولية التي يصنع منها حرف الياء غير المادية؟ أي صوت؟ لا ثمش صوت ما، أي نعم، الصوت صوت اهتزاز الحبال الصوتية الذي يصل إلى مخرج الياء، ليس الزفيرة. الزفير انتهى دوره أين؟ الهواء، يعني انتهى دوره عند الحبال الصوتية. الحبال الصوتية أنتجت لنا مادة أخرى اللي احنا سميناها صوتا، هذا الصوت يصل إلى مخرج الياء. إذن فالمادة الأولية التي يستعملها المخرج هي ذلك الصوت، واضحة؟ به. السؤال الموالي، الهيئة التي يكون عليها المخرج عند النطق بالحرف، انظروا في هذا الرسم، هذا وضع اللسان قبل النطق بالياء غير المادية. الياء غير المادية مثل في كلمة البيتية أو يابس، هذه ياء غير مادية. نأخذ الياء الساكنة مثل بيت أو قريش أو ميسورة، يرتفع وسط اللسان هكذا. انظروا نفهموا ساعة وبعد نكتب. هل ينغلق المخرج؟ هل هناك ملامسة وملاصقة لوسط اللسان للحنك الأعلى؟ لا، لكن هناك ارتفاع أكثر من ارتفاعه. صحيح. إذا باش نرسم إذن على الرسم نفسه مخرج الياء، هيئة اللسان
في الياء غير المادية وهيئة اللسان في الياء المادية، شكون باش يكون أعلى من صاحبه؟ غير المادية أعلى، موافقين أم لا؟ شكون مش فاهم؟ غير المادية باش يكون وضعية اللسان فيها مرتفعة أكثر، يعني هكذا. هذه الياء غير المادية بالأخضر باللون الأخضر، وهذه المادية باللون الأحمر، كلاهما فيه ارتفاع لوسط اللسان، ولكن الارتفاع في غير المادية أكثر من في المادية. الضغط كما قال الشيخ أو الانضغاط الصوتي في غير المادية أكثر منه في المادية، هذا الرسم يبين ذلك، مقارنة على الرسم نفسه بين هيئة وسط اللسان في المادية وغير المادية، ارسموه. وأشر إلى أن هذه اللي باللون الأخضر هي غير المادية، والتي تحتها هي المادية. وتطبيقيا لهذا الأمر، عندما ننطق بالياء غير المادية نقول ميسو عليهم يرتفع وسط اللسان أكثر من كثير، كبير، خبير، ارتفاع لوسط اللسان ولكنه أقل، وانضغاط لوسط اللسان ولكنه أقل منه في غير المادية. رأينا مخرج حرف الشين في الحصة الفارطة اللي هو فيما يشتركان وفيما يختلفان. مخرج الشين مش صوت الشين، مخرج المخرج هيئة مخرج حرف الشين. يشتركان في ارتفاع وسط اللسان سواء في حرف الياء غير المادية أو في حرف الشين، كلاهما يحدث ويخرج بارتفاع وسط اللسان وتفاعل مع ما يقابله من وسط الحنك العلوي. أيوة. وفيما يختلفان يا ترى؟ هل بالضرورة يختلفان؟ هل بالضرورة يختلفان؟ في المخرج بالضرورة يختلفان؟ يعني مش بالضرورة، أنا أتحدث عن صوتهما، الصوت بالضرورة يختلفان وإلا سيصبح الحرف نفسه. ما الذي جعل الشين شينا والياء ياء؟ هل هو المخرج أم الصفات؟ لا نعرف صفاتنا يعني. أي طبعا، ما الذي جعل حرف صوت الشين شين وصوت الياء ياء وميز بينهما؟ يعني الشين ما فيهاش اهتزاز الحبال الصوتية. إذن أعيدي، الياء فيها اهتزاز أم لا؟ صحيح. هذا هو الذي يجعل الشين شينا والياء ياء. أما الشين فانفتاح للحبال الصوتية ولا اهتزاز، وأما الياء فاهتزاز للحبال الصوتية، فهذا الذي يميز صوتهما. لكن سؤالي هنا لم يكن من حيث تمايز الصوت، ولكن تمايز هيئة المخرج.
وضعية اللسان هل هي نفسها في حرف الشين وفي حرف الياء؟ يعني لا 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 لا، هذا أنت أعطينا الجواب فقط لا تعللي. أوه سكوت سكوت، واحد يتكلم. نعم إيه، ماذا تقصدين؟ اللسان يرتفع إلى المنطقة نفسها، ها؟ إلى منطقة وين موجودة، القدام ولا التالي؟ هذا اللي يلزمك تفهمه، مش أنك تقول أقرب لللام ولا مش أقرب لللام، حابك تشد المعلومة أن وسط اللسان في حرف الشين وين يمشي؟ يتقدم إلى الأمام قليلا، يعني يرتفع إلى فوق الأمام قليلا. انظر إلى هذا الرسم باللون البرتقالي، رأيته؟ شوف الشين وين؟ وسط اللسان في حرف الشين يمشي إلى الأمام. طبعا هذه الصورة مبالغ فيها حتى نبين لكم الفرق، ولكن الأصل الفرق بينهما مليمتر، مليمتر فقط، لكن حتى نبين هذا الفرق يعني كبرناه. هذه تمشي للأمام وهذه تمشي إلى فوق، هذا كله يسمى، كله ماذا يسمى؟ واحد. عندما قلنا وسط الحنك العلوي لم نعني به نقطة معينة، إنما منطقة كاملة، وهذه المنطقة فيها مناطق جزئية، فمنطقة وسطى ومنطقة ورائية ومنطقة أمامية. أما الشين فتتقدم إلى الأمام قليلا، وأما الياء فوراءها. ها؟ واضحة؟ واللام وين موجودة؟ اللام موجودة هنا، مش طرف اللسان، لا، المهم تخرج من هنا. إذن فالشين أقرب إلى، هذا تعليل عللنا، قلنا ما الدليل على أن الشين، قالوا ما الدليل على أن الشين تخرج من الأمام، يعني وسط اللسان أماما وليس خلف أو وسط؟ قالوا لأنها أقرب إلى اللام. قالوا وما الدليل أنها أقرب إلى اللام؟ قالوا لأن اللام لاحظنا أنها تضغم في الشين ولا تضغم في الياء. كيف ذلك؟ قالوا لام التعريف، فلام التعريف نقول الشمس، الشعر، فأضغمنا لام التعريف في الشين. أضغمت ولا لا؟ فهمتم ما معنى أضغمت؟ تدخل فيها وتحذف اللام وننطق بالشين مشددة. وأما في الياء فنقول اليمين، اليمين، اليسر. إذن هنا أظهرنا اللام عند الياء، والإضغام مش قلنا أضغمت وأظهرت؟ وما هي علة الإضغام في اللغة؟ علة الإضغام، مش معنى علة الإضغام يعني الدافع إلى إضغام حرف في حرف، السبب الذي يجعلنا نضغم حرفا في حرف هو تقارب المخارج، كلما قربت أكثر كلما وجب الإضغام أكثر. فهنا عندما أضغمت اللام في الشين فهذا دليل على تقارب، وعندما أظهرت اللام عند الياء فهذا دليل على، على الأقل تباعد مقارنة بالشين، فبين اللام والياء مسافة أكبر ضرورة من اللام والشين، وإلا لاتفق في الحكم، لو كان المسافة هي نفسها لاتفق في الحكم، لأضغمناهما الزوز أو أظهرناهما كلاهما. فإذن هذا دليل على أن الياء أبعد قليلا من الشين فهي إلى الخلف، هذه كالياء وهذه كالشين، وأنت تلمس ذلك عندما تقول أي أش، أي أش، أي أش، أي أش، أي أش، تلاحظ أن لسانك في أي عمل هكذا، في أش تقدم إلى الأمام دون النزول، ليس أس، أس هذه سين، أش فوق، أي أش، أي أش، أي أش، صحيح ولا؟ تراها الياء ساكنة، يلا أي، زيد ليا ليا،
زيد. مرة أخرى. مرة أخرى. زيد. زيد. اضغط، لأن هنا قالك أكثر ضغط من الياء غير المادية، اضغط على وسط اللسان. زيد. أي. الآن ننتقل إلى الشين. زيد. زيد. الفوق مش أسفل، الفوق القدام. يلا. هنا في هذا الغار سكنها، هنا تسكن هنا الشين في هذا الغار. زيد. مرة أخرى. زيد. الآن كلاهما. واضحة؟ هذا هو. إذا رسمت هذا الرسم سنعلق عليه الآن. عند النطق بحرف الياء غير المادية نكتب، عند النطق بحرف الياء غير المادية فإن وسط اللسان يرتفع ناحية وسط الحنك العلوي، يرتفع ناحية وسط الحنك العلوي. نقطة ثانية، أعود إلى السطر ونكتب ملاحظة أولى، ملاحظة واحد. تشترك كل من الياء المادية وغير المادية، تشترك كل من الياء المادية وغير المادية في ارتفاع وسط اللسان، ارتفاع وسط اللسان، ولكن تتميز الياء غير المادية، ولكن تتميز الياء غير المادية. وين نرجع لك؟ شكون مازال متأخر في الإملاء؟ ارجع له. قلنا يشتركان في ارتفاع وسط اللسان، ولكن تتميز الياء غير المادية عن نظيرتها بالظاء، نظيرتها، عن نظيرتها المادية بارتفاع وانضغاط، بارتفاع وانضغاط، بارتفاع. هذا جوابا على تتميز، تتميز هذه عن تلك بماذا؟ بارتفاع وانضغاط أكثر لوسط اللسان، انضغاط أكثر لوسط اللسان. ملاحظة اثنين، رغم قوة انضغاط وسط اللسان، رغم قوة انضغاط، رغم قوة انضغاط وسط اللسان وارتفاعه إلى وسط الحنك العلوي،
في الياء غير المادية إلا أن المجرى الصوتي ما المقصود بالمجرى الصوتي؟ المقصود هو هذا الفراغ اللي يتعدى منه الصوت يسمى مجرى. مجرى الواد هو الطريق الذي يسلكه الماء في الواد، والمجرى الصوتي هو الطريق الذي يسلكه الصوت عند النطق بالحرف. فالطريق الذي سيسلكه الصوت هو أنه يأتي من هنا ثم يأتي هنا يتفاعل ثم يمر، فهذا كله الطريق هذا كله يسمى المجرى الصوتي. إلا أن قلنا المجرى الصوتي يبقى منفتحا، فلا يظنن أحد أن كثرة الانضغاط تؤدي إلى انسداد المجرى الصوتي وإلى التصاق وسط اللسان، لا، بالحنك العلوي لا، يبقى المجرى الصوتي منفتحا، واضحة؟ ولا يلتصق ظهر اللسان بالحنك العلوي. ولا يلتصق، قلنا يبقى منفتحا ولا يلتصق ظهر اللسان بالحنك العلوي كما كانت هيئته في حرف الجيم، كما هي هيئته في حرف الجيم. يعني في الامتحان باش نعطيك زوج صور او خمس صور ونقول لك اعطيني حرف الجيم، ما هي الصورة التي تمثل مخرج حرف الجيم، وما هي الصورة التي تمثل مخرج حرف الياء غير المادي؟ سهل ولا صعيب؟ اذا كان اللسان ملتصق بالحنك العلوي فهو، وإذا كان المجرى الصوتي منفتح فهو، مفهومة ولا؟ أيوة، كما هو الحال في حرف الجيم، يعني الحال في حرف الجيم أنه ملتصق. به ملاحظة رقم ثلاثة، إن مخرج حرف الياء غير المادية وحرف الشين رغم اتفاقهما أو اشتراكهما، عفوا، رغم اشتراكهما في الهيئة التي يكون عليها المخرج، وهي الهيئة التي يكون عليها المخرج كيفاش؟ مجرى صوتي منفتح. رغم اشتراكهما في الهيئة التي يكون عليها المخرج، بين قوسين ماذا نكتب؟ نكتب مجرى صوتي منفتح. إلا أنهما يختلفان في منطقة الحنك العلوي التي، إلا أنهما يختلفان في منطقة الحنك العلوي التي يتفاعل معها وسط اللسان. إلا أنهما يختلفان في
منطقة الحنك العلوي التي يتفاعل معها وسط اللسان، يعني وسط اللسان في الياء غير المادية باش يمشي المنطقة، وفي الشين باش يمشي إلى منطقة أخرى. ففي حين تخرج، ففي حين تخرج الشين كما رأينا سابقا، تخرج الشين من مقدمة ماذا؟ نحن الآن ممنوع لنا نخرج من منطقة وسط اللسان مع منطقة وسط الحنك العلوي. وسط الحنك العلوي قلنا وسط اللسان الآن في الياء في الشين أين ذهب؟ يعني في مقدمة وسط الحنك العلوي، في مقدمة وسط الحنك العلوي. فوق هنا. فإنه في الياء غير المادية يتفاعل مع، فإنه في الياء غير المادية يتفاعل مع ماذا؟ لا، ما ميزناش هنا. احنا الاول قلنا له مقدمه وسط الحنك العلوي، وهذا ايش باش تقول وسط الحنك العلوي؟ صحيح، هذا هو ذو. سنستعمل العبارات التي تؤدي المعنى فقط. يتفاعل مع وسط الحنك العلوي. ونعمل سطر تحت وسط الأولى ووسط الثانية حتى أبين أني لم أخطئ في تكرار الكلمة، إنما ما قصدته هو ما قصدته، ما كتبته وسط الحنك العلوي، تتفاعل مع المنطقة الوسطى مع تاع وسط الحنك العلوي. والصورة تبين ذلك. الصورة، انظر الصورة، اكتب بين قوسين انظر الصورة. إذا أخذت هذه الصورة، السؤال الموالي: النطق بالياء الساكنة غير المادية الساكنة، كيفاش ننطق مثال الميمنة؟ كلمة الميمنة، نأخذ كلمة الميمنة مثال، كيف سننطق بالياء غير المادية الساكنة هنا؟ تخرج الياء غير المادية الساكنة، أي من يملي، علينا؟ تفضل، كيف تخرج الياء غير المادية الساكنة؟ صحيح، بالتصادم بين اللي هما باش نسميهم صحيح، بالتصادم بين وسط اللسان ووسط الحنك العلوي. سؤال مازن، لماذا قال تصادم؟ صحيح، ممتاز، هذا هو. به واصل، شكون يواصل؟ كمل، ما كملتش. اذا تقول لنا تصادم وتخلينا هكذا، ايش نعملوا احنا؟ نعم، ناخذ لساننا ونلصقه، يعني كيف نعبر عن ذلك دون التصاق؟
باش كنا نقولوا في الشين كيف قلنا؟ صحيح، تصادما جزئيا. مفهومة ولا لا؟ ولا فلسفة؟ فلسيف؟ قول إذا تحشم راك أنت الخاسر. إي إذا مش فاهم حاجة، مش فاهم تشوف فيها تفلسيف وما أعطت حتى معنى. المقصود بالفلسفة هي معلومة بسيطة وما يكثر الحديث فيها حتى نعود في الأخير إلى تلك المعلومة، لو قلناها من البداية لكانت أسهل. هذا المقصود بالفلسفة. هل عندما نقول هنا تصادما جزئيا فلسفة؟ صحيح. حتى نفرض أنا الآن أجادلك نقول لك هذه فلسفة، ماذا ترد عليه؟ ماذا تقول؟ ما فائدتها هذه المعلومة؟ ما فائدتها أن نقول أنه تصادم جزئي؟ ممتاز. كم ما أطلبه منكم هو أن ترجعوا إلي بضاعتي فقط، فلا أستودعك أمانة وبعد أسابيع آتي فلا أجد الأمانة ولا نلقى الفارك لها، حافظ لي على الأمانة فقط، أو ارعاها شجيرة صغيرة، أعطيك شجيرة صغيرة ارعاها ونلقاها شجرة كبيرة قد أثمرت وأينعت. به تصادما جزئيا دون، فسر الآن، دون إلساق العضوين، دون التقاء العضوين، دون انسداد المجرى الصوتي، عبر كما تشاء. تفضل. اي طبعا. لماذا؟ اي بين قوسين، ضعه بين قوسين حتى تميز. ما فيجري الصوت بينهما ولا يجري، فيجري الصوت بينهما ولا، صاحب ولا ينحبس، معلومة مهمة هذه. الآن السؤال الموالي، كيف النطق بالياء متحركة؟ من يجيب؟ كيفاش؟ وين؟ أي كيف تخرج الياء المتحركة؟ عليك أن تبدأ الجملة ب تخرج الياء المتحركة. أنت تملين على المجموعة الآن. لا لا لا، كيف؟ كيفاش متبعدة أصلا؟ ماذا نقصد بالتباعد؟ ماذا نقصد بالتباعد؟ هل التباعد يعني أنهم مش لاصقين في بعضهم؟ هذا ما نقصده عندما نقول يخرج الحرف المتحرك بالتباعد. هل نقصد أنه يخرج الحرف المتحرك دون ما العضوين يمسوا بعضهم؟ لا،
التصادم والتباعد، شرحته لكم قبل، قلت لكم التصادم هو اقتراب العضو من العضو الآخر، يقرب لبعضهم سواء لصقوا ولا ما لصقوش، المهم كانوا هنا ولو هنا، هذا يتسمى. فإن التصقا في بعض الحروف يسمى تصادما تاما أو كاملا، وإن لم يلتصقا رغم اقترابهما الشديد وهو الحال في الياء غير المادية يسمى. الآن نمشي للتباعد. عملية التباعد ما هي؟ هي أن العضوين يكونوا بحذا بعضهم أو يكونوا لصقين بعضهم ثم يتباعدا، سواء كانوا لصقين في بعضهم مثل في بعض الحروف أو بحذا بعضهم، تباعد. فما تباعد جزئي وتباعد تام؟ فما لا يهم، لأنهم في كل الحالات النتيجة نفسها هي أن يصبح هذا بعيد على هذا في كل الحالات، سواء كان الحرف من النوع الأول أو من النوع الثاني، من نوع حرف الجيم أو من نوع حرف الياء غير المادية، في كل الحالات التباعد دائما يكون تام، الاختلاف فقط في التصادم، أحيانا يلتقيان وأحيانا لا يلتقيان، يتقاربا فقط. فهمت يا أستاذة؟ أي عيد الإملاء الآن. بالتباعد بين، يعني نكتب تخرج الياء وغير المادية بالتباعد بين طرفي عضو النطق. أنت أختنا اللي هناك في الطرف بالكل، أستاذ، شنو ما طرف عضو النطق؟ لم أسمع، هدوء، ارفعي صوتك. صحيح، ممتاز، هذا كمل لنا يا أستاذ اللي بديت، اللي بديت الإملاء. الآن تباعد ثم ماذا؟ عندنا كم من مرحلة؟ كنا أربعة ولنا، يعني المرحلة الأولى شنو؟ خليها هي، وتفضلي. أي ماذا يكون فيها هذه المرحلة؟ ما تغلطهاش، يلزم يكون المبدأ متاعك عندما واحد يتكلم تقول من ما نغلطوش، ما تقولش خليني نعاونه، لا، راك تغلط فيه وراك تقلق فيه زاد. نعم، مشكلتنا الآن أننا لا نحسن النقاش ولا نحسن الحديث، فالحديث كله مش في هذا المجلس الكريم، انتم ما شاء الله اخلاق عاليه على ما هو موجود في المجتمع، اللي موجود البرة كله كيف مقاطعات جدال، ما تخليش يتكلم، قص عليه كذا كذا، فهنا لا، كيف واحد يتكلم خليه يتكلم، هكذا أدبنا ديننا وربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين هذا يحمل في طياته وفي تعاليمه أعلى وأرقى الأخلاق، فمش ما أرقى منها، كل ذلك، كل ما غير ذلك كله شعارات تعلق، شعارات حرية وحرية التعبير وغير صحيح، بل إذا كان كلامك يصب فيما نريده تكلم، والفلوس تصب عليك من هنا، والكونت ماشي يزيد، مش تكلم برك، كل كلمة تقولها بمالها. وأما إن كان كلامك ولو كان حقا، وخاصة إن كان حقا، فلا يصب فيما نريده،
امنعه من الكلام بشتى الطرق. لا، ديننا يقول لك حتى وإن كان يقول باطل خليه يتكلم، رد عليه بالحج بعدما ينهي كلامه وأنهى كلامه، أي اسمع من عندي الآن كذا 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 كذا، ثم اتركه وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن إذا كان واحد يتكلم خليه يتكلم، إذا عندنا تعقيب على ما قاله أو نرى عيبا فيما قالوا نسكتوا، سكت على الحق، لا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير كيف ذلك ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا الذي سيفلح هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن رأى منكم منكرا فكيف بيده، لكن مش ديما، أحيانا لا يستطيع، فإن لم يستطع فبواحد. هذه الأخت ستتكلم ربما ستخطئ، فسنغير كيف ب، إذن تعقيب عليها، قالت كذا كذا ولكن الصواب هو كذا وكذا وكذا، ولا نقاطعها، لكن عندما نقاطعها يعني طريقة غير شرعية. تفضل. نعم، التباعد بين عضوي النطق، صحيح. ولماذا كانوا ثلاثة وردناهم، كانوا أربعة وردناهم ثلاثة؟ تفضلي. كيف؟ طيب، هذه كم من مرحلة؟ هي جعلتها ثلاث، فجعلت المرحلة الأولى والثانية مرحلة واحدة، فقالت التهيئة مع الشروع، التهيئة مع الشروع، هو في الحقيقة لا تستطيع أن تهيئ دون الشروع، ربما يولي تفصيل مبالغ فيه، انتهجناه في البداية ثم الآن بدينا نختصر، نختصر. فهذه من نحسبوهم مرحلة واحدة، من يروق له أن يعتبرهما مرحلتين فله ذلك، ولكن يذكر ماذا يذكر؟ يذكر التهيئة مع الشروع، فما حاجتين يلزم يصيروا في نفس الوقت أو واحدة في جرة الأخرى مش مشكل، المهم يلزمهم يصيروا الزوز، أولا التهيئة، ثانيا الشروع، ثالثا التباعد، رابعا واحد. إذن قلت يخرج بالتباعد بين طرف عضو النطق، ويكون ذلك على مراحل ثلاثة أو أربعة، اكتب ما تريد. فإن قلت ثلاثة فماذا ستقول في المرحلة الأولى؟ تهيئة الفم على مخرج الحرف اللي هو حرف الياء غير المادية والشروع، وكمل الجملة نتاعك، نكتب تهيئة المرحلة الأولى، تهيئة اللسان على مخرج اللسان أو الفم كبعض، اللسان على مخرج حرف الياء غير المادية مع الشروع أو الشروع في النطق ب، ايوه، نؤكد على انه جسم الحرف، في النطق بجسم حرف الياء غير المادي. اي سيدي، الان سنصطاد بعض الضحايا هؤلاء الذين لا يشاركون، لا نسمع لهم صوتا، نريد ان نعلم مدى استيعابهم لهذه المعلومات مع الرفق ببعض الأمهات اللي حاضرين
وتتنزل علينا البركات بالحضور متاعها. أما الرجال فكلكم شباب حاج، أنت أخذت نصيبك من الأسئلة، لكن بعض أنت يا حاج ماذا عن ماذا تتحدثين؟ سأطرح سؤالي. سؤالي هو ماذا قلنا آخر ما كتبنا؟ صحيح، فسر لنا هذه جسم الحرف شني؟ صحيح، يعني الصوت متاعه وهو في المخرج قبل أن نحركه. ها؟ يعني لولا الحركة سيصبح حرفا، حرفا كيف؟ لولا الحركة التي سنضيفها سيصبح ياء ساكنة، لكن نحن نذهب به نحو الحركة وليس نحو السكون. فالجسم جسم الحرف إن تركته في مكانه ولم تنتقل إلى مكان آخر، لم تتحرك به، أصبح ساكنا، سكن، سكن ولم يتحرك، فينتج الحرف ساكنا. لكن إن تحركت به الآن سيصبح، أين سأتحرك به؟ إلى أما مخرج، إلى مخرج الحركة. هو كان في مخرج الحرف، احنا الآن في وسط اللسان، سأذهب به إلى مخرج الحركة اللي هو مثلا الفتحة، لأن هنا قلنا الياء المتحركة إلى الفتحة، يعني اهتزاز للحبال الصوتية مع انفتاح لل، فخرجت به من مخرجه إلى مخرج آخر، تحركت به، باش تحركت بجسمي، بذلك الجسم الذي تحصلت عليه في المخرج، هذا المقصود. إذن هنا يلزم نجيب الجسم ثم نتحرك به. إذن قلنا والشروع في النطق بجسم حرف الياء غير المادية، ثم المرحلة أو الثالثة حسب الترتيب اللي تبعته، المرحلة الموالية، أيوة، بين الحاجة، نعم، أنت الجالسة، نعم، أي بين طرفي عضو النطق، التباعد بين طرفي عضو النطق. ويليه مباشرة هذا التباعد اللي هو بين طرفي عضو النطق، ويليه مباشرة ماذا يليه؟ النطق بصوت الحركة. ممتاز. الآن الأخطاء الشائعة في حرف الياء غير المادية. طبعا الخطأ الأول هو عدم تحقيقها، أي أن لا نذهب إلى مخرجها أصلا، فنقول يا أيها، يا 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 يا، كأنها آ آ كما آ كما يا 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 يا، لم نحقق يا 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 أيها، يا أيها، يا 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 يا، تحقيق مخرجها. النطق الأول هو عدم تحقيق مخرجها والنطق بها مشابهة لحرف المد
المجانس لحركتها، يعني إن كانت مفتوحة النطق بها مشابهة لل نكتب نقطتان، إن كان فإن كانت مفتوحة فإن كانت مفتوحة مثل ياء ياء النداء ياء، فإن كانت مفتوحة مثل ياء قلنا النطق بها مشابهة لحرف المد المجانس لحركتها. مثال: فإن كانت مفتوحة النطق بها مشابهة للألف، وإن كانت مضمومة النطق بها مشابهة للواو. وإن كانت مكسورة مثل في كلمة يحيي، يحيي ويميت، يي يحيي، وينها الياء المكسورة اللي قبل الياء المادية فينطقها يحيي 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 يحيي، ينطقها وكأنها ياء مادية. مثل في كلمة يحيي ويميت. وللتخلص من ذلك يجب الحرص على تحقيق جسمها قبل تحريكها، على تحقيق جسمها قبل تحريكها، تحقيق جسمها يعني المرحلة اللي شفناها الآن في المتحرك، المرحلة الثانية قبل تحريكها، خاصة إذا التقت بالياء المادية. أو إذا تتالت في كلمة واحدة، أو إذا تتالت أو تتابعت في كلمة واحدة مثل في كلمة حيية، حيية حيية حيية، ياء مكسورة وياء مفتوحة، الخطأ الثاني لا لا دون ألف، حاء ويا مفتوحة ويا يا مكسورة وبعد يا مفتوحة. يعني الآية ويحيى من حي على بينة، ويحيى من حي على بينة. والملاحظة الثانية أو الخطأ الثاني الشائع هو خلطها بصوت ناتج عن احتكاك الهواء، خلطها بصوت ناتج عن احتكاك الهواء نتيجة المبالغة في ماذا؟ صحيح، في الضغط، المبالغة في الضغط والتقارب الشديد بين وسط اللسان والحنك العلوي. هذا السيد قالوا له اضغط يا أخي
بالغ في الضغط فقال إياك إي. تسمع فيل فيكاك إي إياك إي إي. ذهبت شيئا فشيئا قاعدة تمشي إلى ال... ماذا تشبه؟ انظر إي أيوة إلى الجيم، زدها شوية والجيم إي ج إي. ماشى نحو الجيم إياك، ما تمشيش نحو الشين. علاش؟ لا، مشات نحو الجيم رغم الانفتاحي، لأن الجيم تستطيع أن تنطق بها دون التصاق. أج هي موجودة في اللهجة، أج دون التصاق تستطيع أن تنطق بها، ولكنها تفقد فصاحتها، لابد من الإغلاق. فهنا لماذا ذهبت عندما بالغنا في الاحتكاك؟ ذهبت نحو الجيم ولم تذهب نحو الشين. الشين مش متلاصقة، واصل الجملة. لماذا السؤال؟ لماذا اقتربت من الجيم ولم تقترب من الشين ولم تشتبه بالشين؟ اهتزازها أي؟ و لا، شوفوا هذا من علم المنطق. علم المنطق إذا قارنا شيئا بشيئين فلا نركز على علاقة بين هذا الشيء والأول وننسى العلاقة بين هذا الشيء والثاني. واضح؟ فأنت ستعطي، ستأخذ حكم معين، مسألة معينة، وستبحث في حكمها، لا بد أن تنظر من الناحيتين، حلال هي أم حرام؟ فتقول لماذا هي حلال ولماذا هي ليست حراما؟ شبهت الجيم إيه؟ نعم، واضحة ولا لا؟ يمكن أن تشتبه بالشيني لأن المادة الأولية التي تصل إلى المخرج تختلف، فالياء وصلها هنا اهتزاز للحبال الصوتية، ممكن اهتزاز يعطيك شين؟ لا، فإذا سيعطيك حرف آخر فيه اهتزاز. ما هو الحرف اللي موجود في تلك المنطقة وفيه اهتزاز؟ هو الجيم، لذلك هذا الاحتكاك يؤدي إلى طيب. ويمكن كذلك الخلل الآخر هو أنه يعمل هذا الاحتكاك دون هز للحبال الصوتية، فهذا تشتبه حينها بشين، وهو نادر هذا الخطأ. إذن كملنا الجملة متاعنا أم لا؟ قلنا نتيجة التقارب الشديد بين وسط اللسان والحلك العلوي يعطيك هذا الاحتكاك، صوت الاحتكاك اللي تسمع فيه. ولذلك يجب رفع وسط اللسان بالمقدار الصحيح. دون مبالغة. الآن هناك خطأ آخر موجود في سورة الفاتحة، وهو قلبها، قلب الياء غير المادية، قلبها ياء مادية، قلبها ياء مادية إذا كانت مشددة مسبوقة بكسر.
إذا كانت مشددة مسبوقة بكسر. يعني يا إخوة وأخوات، الياء بصفة عامة مادية ولا غير مادية؟ إذا كانت ساكنة فأين ننظر؟ ننظر إلى ما قبلها، فإن وجدنا ما قبلها مضموما أو مفتوحا فهي ياء، وإن كان ما قبلها مكسورا فلا بد أن تكون ياء إلا إذا تلك الياء اللي تحكي عليها أنت الآن مدغمة فيما بعدها، أدغمت فيما بعدها، يعني أصبحتا حرفا مشددا. فدائما المدغم، هذا المدغم تعرفش معنى مدغم؟ معنى مثل هذا الهاتف متاعي مدغمة، هو الآن في حالة إدغام، أبين لكم ذلك، انظروا. شفتوا؟ ظهر لكم في البداية أنه هاتف عادي، لا، في الحقيقة هو مدغم. أو الهاتف، هذا ليس هاتفا، أو الهاتف أدغم في هذا الغلاف متاعه، حتى ظهر للناس على أنه هاتف، ظهر شكله لكن في الحقيقة هو مدغم. فكذلك الحرف، الحرف المدغم يأخذ حكم الحرف المدغم فيه دائما، قاعدة تو نشوفوها، سنكررها مرارا، ولكن خذها من الآن، أن الحرف المدغم إذا أدغم في حرف آخر فيأخذ حكمه. إذن هذه الساكنة قلنا إذا كانت مشددة، يعني إذا أدغمت في حرف بعدها فتأخذ حكمه. فالياء إذن إذا أدغمت في ياء أخرى، الياء الثانية ستكون طبعا متحركة، فهي ستأخذ حكم المتحركة، وسننقذها إذن من الكسرة التي قبلها، فلا تكون إذن مادية، لا، ستصبح ياء مشددة، مثل في كلمة إياك نعبد، لا، في الفاتحة، أنا مش ركز على الفاتحة، مثل في كلمة إياك. إذن هنا تقول هي ساكنة، أليست ساكنة الأولى من الياءين؟ الياء المشددة هي عبارة عن ياءين، واحدة ساكنة والأخرى متحركة، قل الأولى هي ساكنة، نعم، وهو ما قبلها صحيح ولا إي 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 همزة مكسورة، قلك نعم، لماذا ليست مادية؟ لماذا لا نقول إياك؟ لا، أضغمت الساكنة في المتحركة وأخذت حكم المتحركة وبقي الكسر مستقلا، فلذلك يلزمني ننطق بياء بكسرة، ثم بعد الكسرة بماذا أنطق؟ بياء ساكنة غير مادية. من أين تخرج؟ من وسط اللسان، يعني ما نقولش إي حرف مد، إي كسرة ممدودة، لا، خطأ، لازمني نقول إي إي إي. ولذلك فيها مشقة ولا فيها؟ ولذلك الكثير يقلبها إلى ياء فيقول إياك نعبد، إياك، إياك نعبد، إيا إيا، فيفك الإدغام. ماذا فعل؟ فك الإدغام، أعطانا يا مادية ثم أعطانا يا مفتوحة، فك هذا الإدغام، لا، ممنوع، لابد أن نحافظ على الإدغام، وأنطق إذن بهمزة مكسورة ثم ياء ساكنة ثم ياء مفتوحة ثم المد. واضحة؟ ماذا قلنا في الأخير؟ إذا كانت خاصة إذا كانت مشددة مسبوقة بكسر، مثل في كلمة إياك. فالصواب رد بالكم عن غير وعي أو عن غير قصد، أنه عندما نتحدث عن الأخطاء تقعون فيها، لابد أن نتحدث عن الأخطاء من باب أن نجتنبها. أحيانا الإنسان من كثرة تفكيره في الأخطاء فيقع فيها، لا لا،
نتحدث عنها لنجتنبها، فلذلك في الأخير لابد أن نتحدث على كيف التخلص من الخطأ ونركز على هذا، لا أركز على الخطأ، ركز على كيف أجتنب الخطأ. قال: والنطق، والصواب النطق بهمزة مكسورة ثم الانتقال من مخرج الكسرة إلى مخرج الياء الساكنة غير المادية، وذلك بتحقيق ماذا؟ ليس هذا ما أريده. تحقيق ماذا؟ زيد قولوا، فما مصطلح يلزم نلقاه؟ زيد التصادم، وذلك بتحقيق التصادم. إذا فكرت في التصادم تنجو من الخطأ، إذا قلت إي وعملت التصادم صحيح، لأنها ياء ساكنة. وذلك بتحقيق التصادم بين طرفي عضو النطق. كلامكم الكل صحيح، ولكن ليس المصطلح اللي حاجتنا به اللي باش يذكرنا بالخطأ ونتجنبه. إذن بتحقيق التصادم بين طرفي عضو النطق يليه ماذا؟ يليه تباعد. عندك إي يا، هنا عندك الحركتين في نفس الوقت، العمليتين في الوقت نفسه، تصادم وت، فالحرف الساكن يحدث بت، والحرف المتحرك يحدث بت، والحرف المشدد يحدث بت، صحيح، بتصادم يليه تباعد. أس، أما، أب، أك، هذا الحرف المشدد. تعريف الحرف المشدد هو أنه يحوي عمليتين، بقية الحروف عملية واحدة، يا إما تصادم يا إما المشدد تك تك، هذا هو، لا هو ضغط ولا هو أي شيء، إنما تصادم مع فقط يحدث المشدد. يليه إذن تباعد لأجل الياء الثانية المتحركة، لأجل الياء الثانية المتحركة. ثم الانتقال إلى ماذا؟ إلى مخرج الألف، الفتحة والألف اللي معاها، إياك نعبد. الانتقال إلى مخرج الحركة أو الألف كما تحب، مفهومة؟ هذا باش تجيكم في الامتحان. أعطيك الكلمة أقول لك كيف تحدث هذه الكلمة، تقول لي نمشي إلى مخرج ذلك الحرف اللي هو حرف الهمزة والذي يخرج من أقصى الحلق، كيف؟ متحرك. إذن بالتباعد بين ماذا وماذا بعد هذا التباعد؟ أحكي لك المراحل الثلاثة أو الأربعة، ثم بعد ذلك انتقال إلى مخرج الكسرة، ثم بعد ذلك انتقال إلى مخرج الياء الساكنة بالتصادم لأنها ياء ساكنة، ثم انتقال إلى الحرف الموالي وهو متحرك فهو بالتباعد، ثم الذي بعده، ثم الذي بعده، حتى تكمله. هكذا تخرج هذه الكلمة. أنا شعطيتك الآن
من حرف الهمزة إلى حرف الياء غير المادية كلها تعرفها. فإذا أعطيتك كلمة من هذا النوع، أي نعمل تمرين يلا، ولا خلينا نعملوه بعد الراحة، نعطيكم خمس دقائق راحة باش ما نضيعوش الوقت لأن متأخرين الآن. 11 و3 دقائق نواصلوا، 11 و10 دقائق في ساعة عنده قضية يقضيها ونعود. تفضلوا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نواصل إن شاء الله تعالى. ماذا بدأنا قبل الراحة؟ التمرين. نعم، نأخذ كلمة الحمد، الكلمة الأولى من سورة الفاتحة، أو باسمي، بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة باسمي. أول ما تفعل ماذا؟ أي ساكن؟ وين الساكن؟ وين الساكن؟ حبلك باش توصل الساكن، ما زلت في البداية. أنت الآن باش تبدأ كلمتي باسمي، ماذا نفعل؟ أولا أرفع يدك اللي عنده حاجة، تفضل. من؟ شكون؟ قبل ذلك ما زال، تفضل. هذا هو المرحلة الأولى، تهيئة الفم على مخرج حرف الباء حتى تنطق بالباء. لابد أن تهيئ مخرجك على حرف الباء. يعني كيف ذلك؟ الباء تخرج من الشفتين، سنرى ذلك، فلا بد من وضع الشفتين الأولى على الثانية. إذا ما تعملش الشيء هذا ماكش باش تجيب النباء، تقول باسمي باسمي، لابد من وضع الشفتين. إذا تهيئة المخرج على الفم على مخرج حرف الباء، يلي ذلك ماذا؟ النطق بجسم الحرف، يكون ذلك بالتباعد بين ماذا وماذا؟ بين طرفي عضو النطق، لأنها باء متحركة. فنحصل الآن على ماذا؟ على ماذا تحصلنا إلى حد الآن؟ على جسم صوت حرف الباء. ب ب ب ب ب ب ب ب تو متحرك، ثم بعد ذلك الانتقال إلى مخرج الكسرة اللي هو مخرج أصلها، اللي هو مخرج اللي هو مخرج الياء المادية، مش الياء. الياء نوعان، مادية وغير مادية. هل نمشي إلى مخرج الياء غير المادية؟ لا، بل مخرج الياء المادية. يعني هي يشبيها باسمي. تفضل يا حاجة، تفضل. لا، الحاجة اللي قبلك هذه احتجت، تفضلي. ايش قلنا بعد مخرج الباء؟ اي نذهب الى مخرج اللي هو مخرج ال اما يا مخرج الكسرة. ما هو مخرج الكسرة؟ تمرين لك هذا. ما هو مخرج الكسرة؟ من أين يخرج صوت الكسرة؟ دخلت بعض. قلنا منذ قليل أن الكسرة هي ياء مادية قصيرة في الزمن. إذن مخرج الكسرة هو مخرج الياء المادية، مش غير المادية، مش اللي نقرأ فيها اليوم، اللي قريناها مدة أشهر إلى الوراء. إذن نذهب إلى مخرج الكسرة اللي هو مخرج الياء المادية لتحقيق الكسرة. هذا كله باش تقول ب فقط. ثم بعد ذلك شو يصير من بعد؟ من قال تهيئة؟
من قال تهيئة؟ غال. فما اشتهي؟ ارفع يدك، لا تتكلم قبل أن ترفع يدك وأن تأخذ الإذن وأن تتحصل على هذا الإذن. يلا فض. أي حركة؟ انطقنا، قلنا بي، كملناها البال مكسورة، أنهيناها، قلنا هيأنا على المخرج، ثم تحصلنا على جسم صوت الحرف، ثم بعد ذلك كسرناه وأتينا بصوت الكسرة، أنهينا البي. بعد ذلك شكون؟ شكون يواصل؟ فض. لا توضح. أيوة، لأنه لكن عندكم كتبنا كل حرف ساكن نجي ونقول يخرج هذا الحرف بيت. هل قلنا مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة رابعة وتهيئة أو غير تهيئة أم فماش تصادم وكو؟ الساكن فيه مرحلة واحدة وهي بس مباشرة، ما تنهي الكسرة اللي تلقى روحك في السين. إذن الآن تحقيق التصادم بين طرفي عضو نطق حرف السين للنطق بالسين الساكنة به، فيجري ماذا يجري؟ يجري الصوت فيها حرف السين. طيب نشوفوه هو كما حرف الشين وكما حرف الياء، يجري فيه الصوت ولا ينحبس. هذه معناها ملاحظة نقولها ونسوقها هنا إلى الذي ينطق حرف السين، يقصر فيه يقول باسمي باسمي باسمي، لا يجري الصوت، لا أعمل التصادم، تو يجري الصوت بس باسمي باسمي. بعد ذلك شنو اللي يصير؟ من يواصل؟ ارفع يدك. من يواصل؟ من يواصل؟ من يواصل؟ صحيح، لأننا الآن سننطق بحرف متحرك، فيجب أولا أن انظروا بس هيأت ولا بس. أيوة، مع تحقيق التصادم في السين الساكنة ثم بعد ذلك الانتقال إلى التهيئة. الخطأ اللي ما يلزمناش نعملوه هو الانتقال من السين إلى الميم، لا مش دون تهيئة، انتقال من السين إلى الميم. أحاج قلوا ما يقعدش ورا النساء يمشي منه أحاج أنا بعد به. قلنا الانتقال من السين، السين ما وجبناها ساكنة ولا فيها تصادم؟ هل فيها تباعد؟ الانتقال من السين إلى التهيئة إلى مخرج حرف الميم كيف يكون؟ أسمع السؤال قبل ما تجاوب. قلنا الانتقال من السين إلى الميم إلى التهيئة على حرف الميم كيف يكون؟ تصادم ميم متحركة، فماش تصادم؟ ها؟ دون صوت. بعد ما قلت بس دون صوت، إذا تعمل صوت شي ولي؟ إذا عملت صوت في انتقالك من السين إلى الميم ها؟ صحيح. نسمعوها في بعض التسجيلات، بسم الله بسم 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 بسم. ماذا فعل؟ قال بس بسم بسم بسم، انتقل إلى التهيئة ب. وهذه التهيئة هي شنية في الحقيقة؟ مش رأينا التهيئة هي أن يلتقي العضوان تحضيرا للانطلاق، بعد ذلك يجب أن يكون دون، فإن كان بصوت هذا الالتقاء شوالي تصادم، والتصادم يعطيك سكون، فسمعنا ميما فقال بسمي بسمي أمي أمي أمي، أصبحت ساكنة وموتة مشددة غير ناقص الغنة وبرة، فهي الصواب بسمي بسمي.
تمشي تهيئ وتجبد لوطة بصوت، تهيئ دون صوت بسمي. هذه ملاحظة. إذا نمشيوا للميم، نهيئ بعدما نهيئ ماذا نفعل؟ الشروع في النطق بجسم الحرف، ثم بعد ذلك المباعدة البسيطة بين طرفي عضو النطق اللي هما الشفتين هنا لأنه حرف، ثم بعد ذلك يلي ذلك النطق بصوت الحركة، وذلك من مخرجها اللي هو مخرج تبعني، مكمش تتبعوا فيا، تخليوا فيا نتحدث ونتمادى وانت ما زلت في المعلومة رقم واحد. تبعني، قلنا الميم عملنا لها تهيئة، واضح ولا ما تسرحش؟ تهيئة، بعد التهيئة الشروع، والشروع ثم المباعدة بين الشفتين لأنها ميم تخرج بالتاء، ثم بعد ذلك النطق به صوت الحركة التي هي كسرة التي هي تخرج من كمل حاجة هذا واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، وتستطيع أن تأتي بالتحليل لصناعة صوت الحروف اللي موجودة في البسملة كلها بهذه الطريقة، ما عليك بعد ذلك إلا التطبيق والتدقيق. بسم الله، واضح؟ باه، شكون يأخذ كلمة ويحللها لوحده؟ كلمة ما تجاوز ثلاث أحرف. أي فرصتك حتى تتمرن، حتى تخطئ، حتى أصلح لك، فرصتك. إذا ما فهم حد نواصل. واضح. باه يلا. ربي تفضلي. كيفاش التهيئة بالتباعد؟ فهمناش. التهيئة فماش تباعد، تهيئة أولا ثم شرعنا. بعد ما شرعنا ايش نعمل؟ اي جبناه جسم الحرف، نعم، ثم بين اي اي مخرجها مخرج ال اللي هو يعني زيد فصل اي مع نحي خروج هذيك ما حكيناش عليها، قلنا اهتزاز مع هاي مش تباعد، دققي اكثر. ان في للفم صح، يعني التباعد بين الفكين هكذا عمودي، نعم، انفتاح للفم هاي. ثم الآن أنت نطقت براء، راء خرجت بهذه الطريقة، الشروع في الجسم، تهيئة، شروع في النطق بجسم الراء، ثم الانطلاق إلى الحركة وتحريكها. أيوة، نجد أنفسنا بعدما أنهينا الفتحة أين؟ في تصادم أيوة للنطق ب أي واصلي أنت الآن عندما قلت يا رب تحتاج إلى تهيئة، أنت فيه، أنت الآن هذا الفرق بين المشدد وغير المشدد.
لو لم يكن مشددا متحركا هكذا لاحتيج للانتقال من الحرف السابق إلى هذا الحرف للتهيئة. أما أنت الآن عندما نطقت عملت التصادم للباء الساكنة فوجدت نفسك جاهزة 100% للحرف الموالي المتحرك. إذن بعد ذلك خليوها أنتم، حتى حد مرفع إيده وقت اللي قلت شكون، هي رفعت إيدها فهي تتكلم الآن، ما تقلقوهاش، ما تقولش نعاون فيها، راك تقلق فيها صحيح ولا؟ يقلقوا فيك ولا يعاونوا فيك؟ كان يعاونوا فيك خليهم، يلا يقلقوا فيك هكا ولا صحيت؟ فقولي لهم من يخطئ إذا أخطأت يأخذ الكلمة بعدي ويعلق. تفضل يواصل. تباعد بين ماذا وماذا؟ أي هذا هو الآن أنهينا كلمة ربي. أي شكون مثال ثاني؟ من يريد؟ من؟ تفضل. خذي كلمة كلا. ردوا بالنا هنا، الشروع راهو أحيانا ممكن وأحيانا غير ممكن. متى يكون ممكنا الشروع؟ واصلي، عندما يكون أي إذا كان المجرى الصوتي منفتح حينها تنجم تشرع. أما أنت الآن الشروع مربوط بالعملية اللي يلزمها تصير من بعد اللي هي أي نعم، يعني وقت اللي من بعده وقتها يشرع. أيوة. إذن المرحلة الثانية هي بعد التهيئة التباعد بين لحرف الكافي مع الشروع في صحيح. الآن قلنا سنفتحها بعد ذلك عملت التباعد ثم مخرج الفتحة الذي هو مخرج ماذا؟ أيوة. ويكون ذلك ب ب الكاف فيها اهتزاز الحبال الصوتية الكاف. إذن شنو هو اللي خرج وقت اللي احنا بعدنا؟ ما الذي خرج؟ كل هواء بصفة عامة يتسمى هنا نفس. أيوة انطلاق النفس. أيوة نعم. تهيئة بالتصادم، في التصادم ما نعملوش تهيئة، نقول تصادم ثم تحقيق التصادم أيوة. أما هي لام منهم هذه الساكنة، اللام الساكنة هاي قلنا كال الآن هاي. يجري الصوت ولا ما يجريش؟ طيب ما زلنا ما قريناش هذا يمر، طيب نقراوه كيف نوصلوا حرف اللام. ايه اللام الساكنة كملتهاش، اللام المتحركة
اي كلا راهي تعيط كلا بعد اللام بعد اللام ماذا تنطقين بعد اللام؟ هل ننطق بفتحة ثم بألف بعد اللام؟ أنهينا جسم اللام، بعدها يجب أن ننطق بماذا؟ بفتحة ثم ألف ولا كيف؟ المقصود بالألف كم مقدارها الألف؟ حركتان بما فيها الحركة الأولى، فعلينا ما نقولوش ننطق بالفتحة ثم ننطق بالألف، تولي وقت أعطيتها ثلاث حركات، أعطيت حركة وزدت ألف، لا تقول مباشرة ننتقل إلى النطق ب بالألف اللي هو نفس المخرج، الألف ولا فتحة نفس المخرج، فإحنا هنا ما غيرناش المكان اللي مشينا له، فقط غيرنا في الزمن. وقت اللي نقول النطق بالألف أقصد بها راني باش نطول حركتين، وقت اللي نقول النطق بالفتحة نقصد بها أني سآتي بوحدة واحدة بحركة واحدة. هنا عندك حركة ولا زوز؟ إذن بعد اللام ننتقل إلى النطق بالألف، واضحة؟ يعني كلامك صحيح ولكن تعبيرك يوحي بأنك ستنطقين بفتحة ثم بألف، لا مباشرة ننتقل إلى النطق بالألف، يعني حركتين. جاي أي الإخوة، من يريد منكم أن يحلل الكلمة؟ تفضل. كلمة مثلا أخذ ثنية الفم على مخرج الحرف من الهمزة مع الشروط. كيف تهيئته؟ اللي هو شنو هو المخرج بتاع الهمزة؟ أي كيفاش التهيئة هذه تكون؟ احنا نعرف ان الهمزة الوترين الصوتيين لها هيئات كثيرة، كي تقول التهيئة لابد من تحديد. أيوة، إذن لابد من إطباقهما. أيوة، ثم التباعد مش الانفتاح، التباعد، لأنها همزة متحرك. نعم، بصوت ماذا؟ بصوت الحركة. صوت الحركة اللي هو الفتح، إذن الانتقال إلى مخرج اللي هو لا نفسر مخرج الفتحة بالجوف، على ما لابد. إحنا الآن دخلنا في فلسفة التفصيل وليس الإجمال، في موضع الإجمال نذكر الجوف، ما عدا ذلك دائما التفصيل. مخرج الحركة الذي هو الألف أي اهتزاز الوترين الصوتيين مع انفتاح الفم. واضح، الآن قلنا أ. ثم نهيئ الفم على مخرج حرف الخاء بالتقارب بين مخرج حرف الخاء أيوة، تقارب دون صوت. أي الشروع في جسم الحرف. أنت ما تكاد تعمل التقارب إلا يشرع الصوت في الخروج. أي أي ثم التباعد لأنها خاء متحركة. أيوة، الآن قلنا أخا 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 أخا. ثم تهيئة الفم على مخرج اللي هو كذا كذا.
أيوة. لأنها ذال المتحركة اللي تخرج من مخرج الألف اللي هو كذا كذا. أيوة. أخذ. واضح العملية؟ ممتاز جدا. من كان عنده بعض الأسئلة؟ من عنده أسئلة خاصة أو عامة؟ تفضل. أولا طريقة العمل ليست طريقة العمل ليست الحفظ، ليست الحفظ، لأن هذه كلها معلومات للفهم لا للحفظ، ولكن سنجد أنفسنا نحفظ إذا فهمنا. فهذا ليس الحفظ الذي يعتمد على التكرار، ولكنه الحفظ الذي يعتمد على الفهم. إلا أن الفهم يتطلب طريقة عمل معينة، يعني أن تدخل إلى الحصة فتفهم وتستفيد. وكلكم كان في هذه الحالة، شكون دخل ولم يفهم؟ تقول المسألة أخرى. شكون خرج من هنا في يوم من الأيام ولم يفهم بعض النقاط؟ على كل حال أنا أقمت عليه الحجة وقلت من عنده سؤال، من لم يفهم حتى حد مرفع عيده، إذن الجميع فهم، وأظن أن كلكم فهمين وخرجتم من هذه الحصة فهمين، صحيح ولا نعم أم لا؟ نعم. طيب، لكن يجد نفسه في الحصة القادمة التي هي بعد شهر تقريبا لا يكاد يتذكر شيئا مما كان قد فهمه وكان فرحان بأنه فهمه في الحصة الفارطة. وين الخلل؟ الخلل أنه لم تتم المدارسة والمذاكرة، التدارس والتذاكر. الدرس دائما قاعدة يحتاج إلى تدارس ومدارسة ومذاكرة. إيش معناها؟ معناها بعد ما نروح أنا من هنا إذا ما تخدمش بهذه الطريقة فلا تلومنا إلا نفسك، ما نجموش نعمل لك حل آخر أكثر من هذا. هذا هو الحل الذي يعتمده الناس الكل. وهو بعدما تخرج من هذه الحصة اليوم أو غدا تصير مراجعة أولى ومذاكرة أولى للدرس، تأخذ منك على أقصى تقدير نصف ساعة، على أقصى تقدير أنك باش تقرأ هذا الدرس، شكتبنا وشرينا شفنا قرأه كله هكذا نتعدى عليه. هذه المذاكرة الأولى أولا سترسخ المعلومة بالباهي، ثانيا ستثير عندك بعض الاستفهامات التي لم تتبادر إليك داخل الحصة، بعض الاستفهامات بعض الاستشكالات. بدأ الآن العقل يتفاعل مع هذا الدرس، ليس تفاعلا عموديا من فوق إلى أسفل، العلم هابط من فوق من الشيخ هابط علي فأنا ناخذ، لا، الآن أخذت هذا الدرس وحطيته قدامي وند للند قاعد نتفاعل معه. فهمتوا الفرق بين ما داخل الحصة وبين خارج الحصة؟ ولا تبعوا فيها ولا فلسفة؟ ها؟ تبعني. الآن حطيت الدرس قدامك وبديت تتفاعل معه، تقرأ فيه وتشوف هذه مش واضحة، هذه كيفاش، هذه نزيد نبحث نرجع لفوق، لا ما فهمتهاش. إذن ستخرج في الأخير في نهاية هذه المراجعة الأولى ببعض الاستفسارات وبعض الاستفهامات، نجم يكون سؤال اثنين ثلاثة، الأصل الإنسان فاهم باش يخرج سؤالين ثلاثة ما أكثرش، إذا خرج من الحصة فاهم سؤالين ثلاثة، هذا مش يعمل يكتبهم ما يضيعهمش، لأن هذه هي نقاط الضعف. أنت الآن خرجت نقاط الضعف اللي عندك في علاقتك بينك وبين هذا الدرس. علاقة الضعف هي الثلاث نقاط هذوما اللي أنا مش فاهمهم ولا مش فاهمتهم، نخرجهم يجب معالجتها. واضح؟ إذا ما تعالجهاش بعد لا تلومن إلا نفسك في الحصة القادمة، جيت تلقى روحك ضيعت، أيوة، لأنك عندك ثلاث نقاط ضعف لم تعالجها. معالجتها كيف؟ بتدوينها وطرحها في الحصة الموالية.
في غالب الأحيان ما الذي يحدث؟ خرجنا ثلاثة أسئلة، في الغالب هذا الذي يحدث اللي باش نقوله لكم الآن. طبعا أنت عملت هذه المراجعة والمذاكرة الأولى التي هي تلي الحصة، مش بعد أسبوعين راهي، إذا أجلتها بعد أسبوعين فقدت دورها وقيمتها. هذه مراجعة أولى تكون في الثلاثة أيام الموالية للحص على أقصى تقدير. إذا تعملها ما تعملهاش الآن، الآن وإحنا خارجين لا لا فائدة، الآن وإحنا خارجين أنت ما زلت في جو الحص، فما تعملش الآن، تعمل انطلاقا من الليلة. إحنا اليوم السبت صباحا، انطلاقا من بعد صلاة المغرب نجم اليوم في المساء قبل النوم كذا نجبد الكراس ونعاود نقرأ، تعطي المفعول متاعها. غدا يوم الأحد، نعم يوم الاثنين على أقصى تقدير في الثلاثة أيام الموالي، إحنا اليوم سبت، بقية يوم السبت الأحد الاثنين مساء على أقصى تقدير، ما لازمكش تفوت هذا، تفوت بدأت تفقد في الفاعلية متاعها شيئا فشيئا. مراجعة أخرى اثنين هما، متى؟ قبيل الحصة القادمة، زوز نصف ساعة من هنا إلى يوم الاثنين ونصف ساعة قبل الحصة القادمة، قبلها بيوم أو بيومين أو بثلاثة أيام قريبة، تكون في الثلاثة أيام الأخيرة اللي قبل الحصة، ولا تكون في الربع ساعة الذي قبل الحصة. احنا الآن باش ندخل الحصة تك 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 اشقرينا، لا لا تعطي الجدوى متاعها، لا تكون مثلا في الليلة السابقة نصف ساعة نعاود نقرأ الدرس. الغالب ايش يصير؟ ان الثلاث الأسئلة اللي خرجتهم في الحصة الفارطة في المراجعة الأولى ما بها؟ ستجد أنت بنفسك الإجابة عن بعضها في خلال هذه المراجعة التي تسبق الحصة القادمة، باش يبقى لك سؤال فقط باقي تحتاج إلى طرحه غدا أو بعد غدا على الشيخ. أما فما سؤالين صحيح تسألتهم قبل، لكن الآن بهذه القراءة الثانية فهمتهم، فيبقى هذا السؤال المختار هو الذي سيطرح في الحصة الموالية، ويطرح ويجب أن يطرح في هذه الحصة الموالية. في الغالب هذه الحصة الموالية أحيانا الشيخ يهديه ربي إلى أن يجيب عن سؤالك دون أن تطرحه، فداخل هذه الحصة أجبت ووجدت الإجابة عن تلك الأسئلة، إذا لم ففي نهاية الحصة يطرح ذلك السؤال، واضحة؟ إذا تخدم بهذه الطريقة فلا تنسى شيئا، والمعلومات بإذن الله تمشي وتترسخ. إذا أنت متراجعش وتكتفي بأنك تأتي إلى هذه الحصة فتأخذ معلومات جديدة ثم الحصة القادمة معلومات جديدة وكلها تتراكم، طبيعي العقل ماذا يفعل والذاكرة ماذا تفعل؟ المعلومات الجديدة نعمل لهم بلاصة، والقديمة فرغ بما أنها لم تذاكر. فهو المخش يقول هذه معلومات خزنت ولكن السيد مش بدهاش وما احتاجهاش، اش نعملوا لها؟ ارمي في القمام على خاطر الذاكرة متاعنا معبية فتحتاج إلى مكان وعندها محدودية، فإذا يفرغ المعلومات القديمة فتجد نفسك معلومات فاتتك ونسيتك ونسيتها، واضح كيفاش؟ لكن عندما تذاكر فأنت بطريقة أخرى قاعد تقول للدماغ متاعك وللذاكرة هذه معلومات أحتاجها أتركوها، فتبقى موجودة، كلما تركتها لا تجدها بعد ذلك، كلما ذكرتها كلما تبقى موجودة في الذاكرة متاعك. وليس عملية حفظ، إذا الأخت اللي قالت نحفظ ويلزمني نحفظ معلومات متاع حفظ، لا ليس حفظا إنما هي المذاكرة، وهذا طبقوه في كل مادة، في كل مادة ما عدا المواد التي تعتمد على الحفظ اللي هي حفظ القرآن الكريم، هذيك تكرار صحيح مش حصة قبل وحصة بعد، لا لا تكرار. أما ما عدا ذلك فكل المواد المعتمدة التي تعتمد على الفهم منها التجويد كذلك فهذه لا حفظ فيها إنما مذاكرة. به المذاكرة هذه كلما كانت في مجموعة كلما كانت أنجع، أولا لأن هناك تحفيز، المجموعة دي متحفز، احنا مع بعضنا ثلاثة ولا أربعة ولا حتى زوز حفزوا بعضنا، أي وقتش نراجع، أي يلزمنا نراجع في الزوز أيامات هذوم، أي يلزمنا نراجع قبل الحصة الجديدة مش ندخل الحصة الجديدة وإحنا مراجعين، فنحفزوا بعضنا. ثانيا الاستفسار اللي اتسألته وانت سيجيبك عنه من غالب الاستفسارات هذه والاستفهامات هذه سيجيبك عنها ويعطيك الجواب من هؤلاء الذين تراجع معهم،
فتخرج من تلك الحصة بلا استفهامات، بلا نقاط استفهام، كله واضح. هذه طريقة العمل، لذلك تتسمى مذاكرة وتذاكر ومراجعة، لأنها فيها المشاركة على وزن تفاعل، والتفاعل يقتضي أكثر من طرف. فالمذاكرة أي المراجعة مع بعضنا، والمذاكرة والمراجعة لابد من، والتدارس يتلون كتاب الله، وقال يتدارسونه، يتدارسونه فيما بينهم، واحد يقول إيش معناه هذه، الآخر يجاوبه وهكذا، ويتناقشوا على موضوع معين، تدبر القرآن الكريم. واضحة طريقة العمل؟ أجبتك على السؤال، هذا هو. أظن أن الكثير منكم أو ربما كلكم لم يكن يعمل بهذه الطريقة، فطبقوها وسترون الفرق. فماشي أسئلة أخرى؟ الفم عموما، كي نقول الفم يعني الفم الكل تهيئه بأن ترفع لسانك، ورفع اللسان يقتضي ربما تحريكا للفك، وإذا خصصنا قلنا تهيئة اللسان لأن الحرف هذا يخرج من اللسان، أو تهيئة وسط اللسان لأنه يخرج من وسط اللسان، فهذا لفظ عام وهذا لفظ خاص، لكن لا فرق بينهما إن شاء الله. كيف كيف، المهم الحاجة المهمة هنا هي التهيئة، أنك هيأت، وتهيئ العضو الصحيح مش العضو الغلط. ما تقولش تهيئة الشفتين واحنا نحكيه على حرف يخرج من اللسان، والفم هو كل هذا، يحوي الشفتين ويحوي هذا كله يتسمى فم. نعم تفضل. هذا سؤال، والجواب على هذا السؤال يأخذ وقت، لكن دققي أكثر السؤال، بيني أكثر السؤال. كيف نوفق بين تكرار القديم و أما حفظ الجديد؟ فهي عملية سهلة ماهيش صعبة، الإنسان يلزمك تشد وتكرر حتى تحفظ بالتكرار، ما ثماش حل آخر. لا يقول لك كل زبيب ولا يقول لك كذا، ذلك كلها أشياء تعينك قليلا، لكن لا نأخذ بهذه الأسباب ونترك السبب الرئيسي اللي هو التكرار. مش بش هذا أكل الزبيب مش بش يخليك فقط تكرر 50 مرة، مش تقول تكرر 10 مرات فقط، لا. ولكن الزبيب مأكلة صحية هي في الأصل. إذن الحفظ يعتمد على التكرار. مراجعة القديم ثم نوعان، هل هذا القديم حفظه متين ولا ضعيف؟ إن كان حفظه متينا فهنا المحافظة على القديم تتسمى محافظتك على حفظك القديم، هذه طريقة. وإن كان حفظا ضعيفا إيش معناها؟ معناها خذيت الصفحة والثمن كررت شوية حتى شلقيت روحك شديته سيبته، مش هكذا الحفظ، لا، هذا حفظ انت عن هرين ويمشي عن روح. الحفظ المتين هو الذي تكرر فيه الثمن 80 مرة فما فوق، إذا كررنا 80 فما فوق يبدأ الحفظ يولي متين في الجلسة الواحدة، مش اليوم 20 وغدوة 20، لا، في جلسة واحدة 80 مرة. هذا تمرن نفسك على أنك تصله، مكش باش تصله بسهولة، المرة الأولى النفس ملولة باش تعاود 10 مرات مليت، المرة القادمة 15 مرة ولا 20 مرة، المرة اللي بعدها 30، المرة اللي بعدها 50، المرة اللي بعدها وصلت 80 ولا بس كملت 80، فديت صحيح ومليت لكن وصلت 80، ثم شيئا فشيئا عبر الزمن تجد نفسك دون ملل تكمل 80، فأنت هنا روضت نفسك هذه الملولة، روضتها على هذه العملية اللي هي تكرار نفس المقطع 80 مرة، 80 فما فوق، كلما تزيد كلما يولي متين بالباهي بالباهي، 100 200 300 وهكذا. المتفرغون للحفظ يكررون 300 مرة الثمن. به، فإذا كان الحفظ الأول في بدايته كرر بهذا المقدار فسيكون حفظا متينا، هذا لا يحتاج إلا إلى المحافظة عليه فقط. وأما إن كان حفظا ضعيفا، يعني مجرد قريت الثمن ولقيت روحي حافظ وأنا باش نسمعه بعد ساعة ولا ساعتين ولا بعد يوم ولا يومين على الشيخ في ساعة نراجعه
قبل ما نمشي على الشيخ ونعرضه ويقول لي صحيت وأكتفي بذلك، فهذا يعتبر حفظا ولكنه ضعيف. حفظ ضعيف، حفظ متي، كلاهما حفظ. إيش معناه؟ يعني عرفت، ولكن يفرق بين الأول والثاني. الحفظ الضعيف هذا إيش تسمى عملت أنت الآن؟ أجلت المشكل، مش حليت المشكل، جعلت همك هو أن أعرض على الشيخ الآن وأنجح ويمررني من هذا الثمن إلى ثمن الموالي. لكن ستجد الصعوبة تنتظرك عندما يقول لك الشيخ عندك امتحان في الربع كاملة، تلقى روحك تجي تقرأ ما تنجمش، تخطئ، لأنك لم تكرر من قبل. فالشيخ شدك شدك راه شدك شتو باش يشدك من بعد. طيب، هذا من باب الفكاهة فقط. إذن فأنا أوصيكم بالتكرار منذ الوهلة الأولى، منذ أن تأخذ الثمن خذيته من الشيخ وباش تحفظه، حينها أخدم الخدمة اللازمة اللي هي كثرة التكرار. كلما كررت أكثر، كل واحد حسب استطاعته، ما تقوليش ما نجمش 80، أنت ما تنجمش 80، تنجم 50، رزقك في 50، ربي سبحانه كتب لك حفظ هنا جيد، ليس ممتازا جيد. أنت ما تنجم كان 20، سبحانه كتب لك حفظ حسن ولا متوسط، أنت نصيبك وين؟ حفظ ضعيف. يعني كل نفس بما كسبت، هذا كرزقك. زيد أنت منا من عدد التكرار، تو يزيد هنا، زيد منا يزيد منا. أما لا تطمع في أنه هنا ما فماش وهنا حفظ متين، مستحيل. أنا قلت لك 80 فما فوق، 300 مبالغ فيه، لكن 80 معقول تتفرغ له نجم. إذا كان الثمن ما نجمتوش 80 مرة نقص، اشطر ثمن خروبك كما يقول. نعم يعطيك حفظ متين، تتقدم ببطء لكن يعطيك حفظ متين. ما زلنا ما جاوبناش على فإن كان من الحالة الأولى فإنك ستحافظ عليه. كيفاش تحافظ عليه؟ قالوا حاول أن تكرره، أن تأتي على القديم مرة في الأسبوع، ما ينتهي الأسبوع إلا وقد رجعت قديمك كله. واضح ولا؟ مثال، أنت حافظة لربع البقرة وستدخلين الآن في سورة الأعراف، القديم متاعك هو الربع الأول، الجديد متاعك هو الأعراف. الأعراف هي التكرار، حفظ جديد. إذن كلما كررت أكثر كلما كان الحفظ أمتن. القديم الآن اللي هو الربع الأول كيفاش باش نعمله باش نحافظ عليه؟ قلنا إن كان حفظا متينا حافظه بالباهي، فحاول أن تكرره مرة في الأسبوع، جعله كل مرة في الأسبوع، والحفظ متاعك جديد قاعد يزيد. فكانوا 15 حزب ولو 20، ال20 نجي عليهم في أسبوع، ولو 25، 25 نكررهم في أسبوع، ولو 30 في أسبوع، وهكذا لن ينقص الأسبوع حتى تصل إلى 60، ديما في أسبوع، ديما كانوا حزبين ولا كانوا 60، دائما في أسبوع ننهي القديم. أنا جايك لحظة. وأما إن كان حفظا، هذا الحفظ القديم هذا كيفاش؟ أضعيف، هذا يحتاج إلى إعادة حفظ، ليس بالطريقة الأولى ولكن بطريقة أخف. يعني إن كان الحفظ متاعك تحسه اللي هو ضعيف، فاش تعمل؟ تجزئه إلى أقسام. مثلا تأخذ كل ثمن أو ربع وتعيده 20 مرة، لأن ننزل إلى 20 معاش 80، خاطره محفوظ لكن حفظ ضعيف، مش كما الجديد. الجديد 80، هذاك يعطيك حفظ متين إن شاء الله، ومراجعة سهلة جدا، حتى تسوق في السيارة، حتى تمشي في الطريق وتراجع. أما النوعية الثانية فهي تحتاج إلى إعادة حفظ، وأشد العدد 20 21 تقريبا، يعني 21 عدد فردي أحسن، أو 33 مثلا، بين 20 و30، وتكرر به وتعيد به هذا الحفظ الضعيف، ثم تطبق عليه القاعدة نفسها. يعني كل حاجة استرجعتها وكررتها 20 مرة
لابد من إعادة مراجعتها في أسبوع، ديما ندور عليها في الأسبوع، ثم قعد نسترجع إلى أن أنهي الربع. باه تقول لي أنا إذا كان مش نمشي بالنسق هذايا وأنا بادي من سورة البقرة وأنا حافظه، كيفاش باش نترك سورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام حتى أصل إليها نزيد نكون نسيتها أكثر؟ لا، حينها تعمل مراجعة من المصحف حتى لا تنساها، يعني تقرأ 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 وين وحلت أفتح المصحف شوف شنية أغلق أقرأ 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 للحفاظ عليها فقط. ولكنها وجاي طريقة الاسترجاع قاعدة تتقدم إلى أن أصل إلى استرجاع الربع كاملا. والتكرار كيف نقوله تراجعه وتعمله التكرار متاعه مرة في الأسبوع، نقصد غيبا مش بالمصحف، غيبا غيبا. ملاحظة أخرى، إذا أحلت في آية نسيتها ولا كذا لا تفتح المصحف. بالنسبة للحفاظ اللي حفظوا به، مش اللي حفظوا ضعيف يغلط في كل آية، لا لا، اللي حفظوا به وقاعد يراجع ويكرر في محفوظه مرة في الله، لا تفتح المصحف، إنما اسأل شخص اللي بحذاك قل له الآية ذيك اللي بعد كذا شني، ولا خليني نقراها عليك وانت صلح حالي، انظر في المصحف إن شئت وصلح حالي، يصلح حالي فلن تخطئ بعد ذلك بإذن الله في تلك الآية. أما إذا نظرت إلى المصحف تبقى ديما تغلط فيه. وإذا لقيت روحك مضيحة بالبرشة لا أعطيها التكرار متاعها، شدك المقطع كامل وزيد كرر. هذا إجابة على سؤالك كيف نكرر وكيف. فما ثلاث مبادئ، وهي أولا الحفظ الأول من الوهلة الأولى يجب أن يكون متينا، تعود وعود نفسك على ذلك. ثانيا محفوظك القديم لابد أن تعود عليه مرة في الأسبوع، دور عليه كاملا مرة في الأسبوع. ثم اجعل لنفسك وقفات في الحفظ. ايش معناها؟ كملت الربع ناقف، مش ديما تقدم جديد جديد، لا، ناقف، اتوقف في الربع الاول او الربع الاخير، ربع ياسين، انهيت الربع نمتن الربع. ايش معناها؟ حاول ان تكرره 33 مره الربع، كملت ربع ياسين ولا كملت الربع الاول، توقف قليلا واعيده واكرره 33 مره على بعض ختمة في جورة الختم. ثم إذا أنهيت ختم القرآن إن شاء الله ربي يوصلكم ويبلغكم هذا الهدف، إذا أنهيت ختم القرآن كذلك لابد من فترة لتمتين هذا الحفظ. يقولوا كرره 80 مرة معاش تنساه، لكن 33 مرة جيدة تكرر على بعضه، لا تتوقف يوميا معاش المصحف. اللي يحفظ معاش يفتح المصحف، اللي حافظ معاش يفتح المصحف. المصحف وقت اللي تكون تكرر فقط تحفظ قصدي، أما بعد ذلك لا نفتح المصحف، المصحف انساه حتى بحذاك ما تحطوش. فما ناس إذا المصحف بحذاه يقرأ، إذا تبعد له المصحف معاش ينجم، نفسيا مربوط بالمصحف. لا، يجب أن تتخلى عن المصحف تماما. باه فماش سؤال آخر في موضوعنا، مش موضوع الحفظ، سكرناه موضوع الحفظ، موضوعنا هذا في حصتنا كاو وضع. لا، هذه مراجعة سلبية تتسمى. إيش معناها؟ لا، ماذا سنفعل نحن الحصة القادمة؟ مش نعمل امتحان، امتحان لكم، لكن النصف الأول من الحصة سيكون مراجعة، لكن ليس بالطريقة التي ذكرتها، وهي أني أنا نراجع لكم. لا، أنتم تسألوا، أنتم تحددون المواضع التي لم تفهموها والأسئلة، وتطرحون الأسئلة على النقاط الغير مفهوم، ونتناقش حول تلك النقاط، ثم بعد ذلك الامتحان.
صعبت عليك لأنك الأخرين ماكش مراجعتهم. أي لكن مش مراجعتهم. مش قلنا هنا مراجعتهم هذا هو منتهى. مش حسيتها صعيبة؟ أنا استفزيتكم ببعض الأسئلة اللي خلاتك تشعر بضعف هذا الفهم. الفهم كان موجودا ولكنك لم تراجعي ولم فما شوية من الصعوبة لأن المقارنة بين المد وغير المد. إذن الحصة القادمة نبدأ أولا بالمراجعة، والمراجعة تكون من عندكم ليس من عندي، ثم بعد ذلك ننهي بامتحان تقييمي الذي سيجعلكم تراجعون، لأننا نحتاج الآن إلى وقفة وإلى مراجعة كل القديم قبل أن نتقدم، ولا تكثر عليكم المعلومات وأنتم تتركون فلا فائدة. الحصة القادمة قبل رمضان يوم 20 يناسبكم؟ يعني قداش مازال لنا؟ اسبوعين بعد اسبوعين. استناني، سؤالي واضح. يوم 20 من لا يناسبه يوم 20؟ يرفع يده. الذي لا يناسبه يرفع يده. لا، ما من لا يناسبه؟ لحظة، من لا يناسبه يوم 20 يوم السبت صباحا لا يستطيع القدوم والحضور، هذا ما معنى لا يناسبه؟ لا يستطيع يوم السبت 20، لا يستطيع من؟ في المدارس نهار سبت هو تعسوا صباح ولا عشية ولا صباح تخدموا يعني اليوم ما تخدموش؟ هاي أنت متأكدة أنك تعسي ولا ما زلتي ما تعرفيش برنامج العسى ما زال ما تعطاكش؟ أي كله على بعضه ولا مازال ما تعرفش جدول أوقاتك؟ تو نشوفه صحيت. هانو بلغني أنت عن طريق الشيخ مراد ولا عن طريق المسؤول هنا إذا تأكد أنك عندك عسى. شكون في نفس الحالة متاعها؟ أنت كيف كيف؟ عندنا أختين يمكن يخدموا يوم السبت، يمكن يخدموا، يمكن يا ربي ما يخدموش نهار السبت يوم 20 يا رب. أنت تروح يوم 20 تروح؟ إيه يوم 20 ما تكونش هنا؟ ما تستناش؟ مازالك أسبوع على رمضان تقريبا. ها؟ إيه من وقتاش؟ يطردكم الشيخ؟ إيه لكن النجم تبقى أنت فقط في هذه الحالة؟ اللي معانا وما حضروش باي. لا نتنجموا إيه نجموا يستناوا إلى يوم الامتحان، ينتظروا إلى يوم الامتحان وبعد يروحوا. مروح ليش أنت؟ ليش مروح؟
ما هي التراويح ما زالت الأسبوع الموالي. إذن الضحية هذه الضحية أكهو يوم 20 إذن إن شاء الله تعالى. شكرا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.